بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الحقيقه دايما هنفضل ورا النادي الاهلي وهنطبق مقوله جمهور النادي الاهلي العظيم على الحلوه والمره معاه. برضه هنفضل دايما له سيف وله درع. هنفضل ورا نادينا وفريقنا في كل الظروف. عايز اقول لحضراتكم ان احنا هنفضل نقوم بدورنا وهو المؤازره والتشجيع والتمسك بفريقنا ونادينا ضد اي حد. برضو هنفضل احنا المبادئ، واللي بيتعلم مننا كل الناس وكل الفرق الرياضيه. برضو هيفضل النادي الاهلي مش مجرد نادي وطني، ولكن مؤسسه عريقه وشامخه دائما ستظل بهذا الشموخ. برضو هنفضل احنا الاول، الاهلي دايما فوق الجميع. الحقيقه انا عايز اتكلم مع حضراتكم النهارده، هتكلم طبعا عن مباراه سموحه واللي حصل في مباراه سموحه وسوء الاداء، وهتكلم عن كل هذه الامور، وهتكلم عن ان عندنا مشاكل كثيره جدا، مشاكل هجوميه كثيره جدا في الناحيه في لعيبه او في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ولكن قبل ما اتكلم عن كل هذه الامور، الحقيقه امبارح حصلت ملحمه. ما فعلوا مسؤولي النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ومن قبلهم جمهور النادي الأهلي مع جماهير نادي الاتحاد اللي اتصابوا امبارح الحقيقة في مباراة كرة السلة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري، واللي بنتمنى لهم يا رب الشفاء العاجل. تقريبا معظمهم الحمد لله طلع من المستشفى، ويتبقى إسلام إن شاء الله نطمنكم عليه خلال الأيام القادمة، لأنه الحقيقة كل المسؤولين في نادي الاتحاد السكندري، الحاج محمد مصلحي وكل اعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد والاستاذ العمري فاروق وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كانوا متواجدين امبارح من بعد المباراه وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم النهارده لغايه الساعه 5 6 الصبح امبارح. بعد المستشفى رحنا هنا مستشفى 6 اكتوبر العام، وبعد كده الحالات الحرجة أو الحالة الحرجة إسلام ومعاه اتنين كمان راحوا الحقيقة لمستشفى مصر الدولي، وكان الدكتور محمد شوقي متواجد مع المصابين علشان يطمن عليهم. وزي ما حضراتكم شايفين الكل دائما ما بيكون متواجد وداعم لإخواتنا في اسكندرية، والحاج محمد وكل جمهور الإسكندرية. الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان متواجد امبارح، النهاردة أيضا كان متواجد الأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي مع الدكتور محمد شوقي مع الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. هذه هي الأخلاق وهذه هي العلاقات الطيبة والوطيدة التي تربط بين مسؤولين الأندية أو مسؤولي الأندية. الأستاذ العمري فاروق امبارح الحقيقة ما كانش حد بيجبره ان هو يكون متواجد في كل هذه الامور. الدكتور محمد شوقي، الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ محمد سراج، كل الاستاذ طارق قنديل، كل المجموعه اللي كانت متواجده مع الحاج محمد مصلحي، ما كانش حد بيقول لهم روحوا اعملوا كده، ولكن العلاقات المحترمه والعلاقات الانسانيه قبل ما تكون العلاقات المحترمه، هم حسوا ان ده واجب على اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين في ظهر اخواتهم ويقفوا معاهم. وده اللي حصل الحقيقه امبارح. قبل كل دول الحقيقه جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي وقف وقفه امبارح من بعد ما حصل الموضوع ده وحتى الساعات الاولى من الصباح النهارده. انا شايف الناس على الفيسبوك وبكلم الناس وبتصل بيهم وبطمن الناس كلها بتتكلم على، او كل جمهورنا في النادي الاهلي بيتكلم على ايه. يا جماعه اي حد من جمهور نادي الاتحاد عنده مشكله ومش عارف يرجع اسكندريه يجي يبات معانا، هو ده اللي لازم نلقي الضوء عليه، هو ده اللي دايما لازم نحطه امام حضراتكم، لانه في النهايه المشجعين نادي، على فكره الاتحاد كان متقدم بفرق كبير عن النادي الاهلي في هذه المباراه، مش فارق معايا خالص ايه اللي هيحصل في هذه المباراه، مش فارق معايا المباراه اتلغت ولا ما اتلغتش، انا فارق معايا البيانين اللي حضراتكم شايفينهم. علاقات تاريخيه بتربط ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. الحقيقه نادي الاتحاد نازل بيان بيشكر النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره على موقفهم المشرف اتجاه مصابي جماهير نادي الاتحاد السكندري. يوم جاي منزل النادي الاهلي ان العلاقات التاريخيه التي تربط النادي الاهلي وشقيقه نادي الاتحاد وجماهير اسكندريه اكبر واعمق من الشكر. هذه هي الحقيقه
النادي الأهلي دائما يعتز دوما بعلاقاته المميزة مع كل الأندية الشقيقة التي تثمن المبادئ السامية الرياضية، وهذا هو الأمر. الأندية الشقيقة التي تثمن المبادئ المحترمة والرياضية. احنا عمرنا شفنا حاجة وحشة؟ بيحصل المناوشات الطبيعية اللي بتحصل ما بين الجماهير، ما بين جمهور الاتحاد وما بين جمهور الاهلي وما بين جمهور الاهلي وجمهور الاتحاد، ولكن في النهاية يوم لم انا متأكد 1000000% ان يوم لما يحصل اي حاجة لحد من جمهور الاهلي في اسكندرية مثلا، هتلاقي كل جماهير الاتحاد بتسأل عليه، وكل جماهير الاتحاد واقفة في هذا الامر، واقفه معايا في هذا الامر، زي اللي حصل امبارح. الحقيقه كلنا كنا سعداء بهذا المنظر، كلنا سعداء بالشكل الحضاري اللي تم فيه التقارب والتواصل ما بين مجلس اداره الناديين، وقبل مجلس اداره الناديين ما بين الجمهورين. الجمهورين في الملعب، جمهور نادي الاتحاد عايز فريقه يكسب، وجمهور نادي الاهلي عايز فريقه يكسب. ولكن لما حصلت المصيبه دي ولا المشكله دي، لا، جمهور النادي الاهلي راح وشال وعمل وحط وعمل كل حاجه. هذا هو الفارق، هذا هو الاحترام، هذا هو التاريخ المحترم ما بين الناديين الكبيرين، النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. الحقيقه انا اللي بشكر كل جماهير النادي الاهلي على وقفتهم امبارح، واللي انا شفته على مواقع التواصل الاجتماعي من امبارح للنهارده، الحقيقه حاجه محترمه جدا، حاجه تخليك تبقى سعيد. هتكلم دلوقتي عن مباراة سموحة والكلام ده كله، ولكن هل من الممكن ان احنا نفوت مثل هذه الامور؟ هل من الممكن ان احنا لما يجي عندنا، عشان الناس بس، لان في ناس بتزايد على وجودنا في او كلامنا عن النادي الاهلي، هنرجع لهم دلوقتي وهنتكلم عنهم، ولكن هذا هو الاحترام المتبادل ما بين الجميع. هو ده اللي المفروض يحصل، هو ده أو هكذا تكون العلاقات ما بين الأندية المحترمة والشقيقة والكبيرة والجماهيرية. هو ده اللي احنا عايزينه دايما، هو ده اللي احنا نفسنا نوصله. فشكرا الحقيقة لكل جمهور النادي الأهلي على الوقفة بتاعت امبارح. أنا والله أقسم بالله شفت بيوت بتتفتح، بيوت بتتفتح هنا في أكتوبر علشان أي حد من جمهور نادي الاتحاد السكندري عايز حاجة يروح البيوت دي وينام فيها. ألف ألف سلامة على كل جمهور الاتحاد، لأنه وكل المصابين اللي إن شاء الله يطلعوا بألف ألف ألف سلامة، وكلنا في ظهركم وكلنا واقفين معاكم، وسعداء جدا 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 إن دايما يظل الاحترام هو اللغة السائدة ما بين الناديين الكبيرين، النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري. على الرغم من التنافس الكبير ما بين الناديين في كرة القدم وفي كرة السلة تحديدا، ولكن احترام متبادل. كل حاجة زي ما قلت لحضراتكم كانت رائعة امبارح ما بعد المصيبة طبعا، لأنه المصيبة دي عمرها ما هتبقى كويسة. المصيبة دي دايما حاجة سيئة جدا وحاجة وحشة جدا. إيه اللي حصل؟ أعتقد إن هيبقى في لجنة هتتابع هذا الأمر من وزارة الشباب والرياضة، وإيه اللي حصل في هذه الأمور علشان نتأكد من كل الأمور. ولكن الحقيقة شكرا جزيلا لجمهور النادي الأهلي، وألف ألف ألف سلامة لكل جماهير نادي الاتحاد السكندري، وإن شاء الله نطمن حضراتكم أولا بأول على هذا الموضوع. طيب، أنا آسف إن أنا بدأت كلامي بهذا الأمر، ولكن هي دي الأمور الإيجابية أو الترند الإيجابي اللي احنا دايما بنحاول نوريه لحضراتكم. لكن تعالوا بقى نروح لمباراة النادي الأهلي ومباراة نادي سموحة. مباراة الأهلي وسموحة واحدة من أسوأ المباريات اللي لعبها النادي الأهلي، خلينا متفقين، ده مش كلامي، ده كلام مارسيل كولر. قال لك أنا في حياتي ما شفتش مباراة زي دي من الناحيتين، من ناحية نادي سموحة، وكلنا عارفين، يعني كلنا عارفين طريقة لعب الكابتن طارق العشري، طريقة لعب الكابتن طارق العشري. وهو على فكرة مارسيل كولر بيدرس المباريات بشكل جيد جدا. أنا يعني فوجئت الحقيقة بهذا التصريح، لأنه التصريح ده لازم يكون هو عارفه كويس جدا. احنا كل الفرق بتلعبنا بهذا الشكل، كل الفرق بتلعبنا ب 11 واحد واقف ورا وخلاص، وتلعب على الهجمة المرتدة. احنا دايما بنقول هذا الكلام، ولا قدر الله لو اتغلبنا كان ممكن جدا لا قدر الله نتغلب في هذه المباراه. ليه؟ لانه هي دي طريقه لعب كل معظم الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب بهذا الشكل. لكن هو يمكن كان هنا يقصد يتكلم عن تضييع الوقت. انا شايف الكابتن ناصر عباس
قبل الاستوديو التحليلي او في نهايه الاستوديو التحليلي من شويه كان بيوري حضراتكم 13 دقيقه يا يعني مش عايز اتكلم اقول حاجات ما ينفعش تتقال. 13 دقيقه ضايعه. انا لا اضع مبرر على فكره، انا ممكن كنت العب 13 دقيقه، كنت بلاش 13 دقيقه، كنت ممكن العب شوط تاني كامل او شوط تالت كامل 45 دقيقه كامله وما جبتش جوان وما اتغلبش وما اكسبش. ولكن انا بتكلم عن اديني حقي. هي ليه الناس بتتكلم دايما بهذا الشكل؟ هي ليه الناس تقول لي يا انت هتوجد مبررات يا عم اطلع طب للفرقه اطلع؟ ما طب اولا انا قلت لحضراتكم قبل كده انا دايما في ظهر هذا الفريق، مش انا، قناه الاهلي بالكامل دايما هتفضل في ظهر فريقنا وعمرنا ما عندنا اخطاء. عندنا اخطاء في فرقه في العالم ما عندهاش اخطاء؟ لا ما فيش فرقه في العالم ما عندهاش اخطاء. ايه الاخطاء اللي عندنا؟ الناس دلوقتي طلعت تتريق على تقول لك اصل اسلام كان بيقول ان احنا عندنا 11 صفقه. الله، طب ولما كنا بنكسب في الاول ما كانش حد بيتكلم ليه؟ وبعدين لما تيجي تحسب ال 11 مباراه مثلا يعني ولا ال 10 مباريات اللي احنا لعبناهم، 9 مباريات اللي احنا لعبناهم، لما تكسب 7 مباريات وتتعادل مباراتين، هو ايه الوحش في كده؟ انا عارف ان جمهور النادي الاهلي زعلان من حاجه اخرى وهي ان مستوى الاداء لا يطمئن. من بعد العوده من التوقف عندنا مشكله، مستوى الاداء ما بيطمنش الجمهور، وهي دي المشكلة الحقيقية، مش مشكلة المكسب والخسارة. الناس عايزة تشوف روح الفانيلا الحمراء، ودي رسالة أنا وجهتها لكل لاعيبة النادي الأهلي النهاردة، وأنا بتكلم معاهم كلهم قالوا لي كلمتين، قالوا لي يا كابتن إسلام إحنا عارفين إن إحنا مقصرين بس مش بإيدينا الفترة اللي جاية إن شاء الله نبقى مركزين. مركزين أكتر خلال الفترة اللي جاية. هم الناس مش يعني لما تيجي تتكلم مع اي حد من اللعيبه تقول له طب انتوا مالكم يا جماعه؟ فيكم ايه؟ بالتمرين والحمد لله الامور جيده اللي انا فاهمه يعني، اللياقه بدنيه الحمد لله واقفين على رجل. ايه الموضوع؟ مالكم؟ فيكم ايه؟ ايه اللي بيحصل علشان بتلعب 90 دقيقه ولا 95 دقيقه تقريبا طوال المباراه؟ ما بتروحش للجون غير مرتين النهارده، النهارده تحديدا، المباريات السابقة كنا بنروح أكتر وبنضيع. إحنا عارفين المشكلة؟ أيوة كلنا كجمهور النادي الأهلي عارفين المشكلة ومشاورين عليها. يجب أن يحدث تغيير من اللاعبين نفسهم. عندنا مشكلة ودايما ده اللي أنا كنت بقوله، إن إحنا مشكلتنا في حاجة واحدة، إن إحنا كل يا اما بنروح للجون كتير وبنضيع، يا اما في مباراه زي مباراه سموحه النهارده ما رحتش للجون كتير، فعندك مشكله هجوميه يجب ان يتم علاجها. الراجل رد الحقيقه وهو رد بالنسبه لي رد مقنع، انه يا جماعه ما هو انا بلعب النهارده بريح بكره، اللعيبه اللي لعبت بعد بكره تمرينه خفيفه بعده انا عندي يوم الاربع مباراه، يعني النهارده حضراتكم الحد الاثنين والثلاث ويوم الاربع مباراه. أنا مش مختلف مع أي حد، ولكن اللي عايز أقوله إن الدوري السنة دي في غاية الصعوبة، دوري صعب جدا، الجميع بيقف أمام النادي الأهلي ويحسسوني إن هم أحسن حقهم أحسن فرق في العالم. مفيش فريق هيقدر يفوز كل المباريات. جولة تلاقي الداخلية بيفوز على بيراميدز، جولة تانية أسوان بيفوز على سموحة، الزمالك بيتعادل مع إنبي، النهاردة المقاولين العرب، أنا آسف، الزمالك بيتعادل مع المقاولين العرب. عشان كده بقول لحضراتكم إيه؟ إنه بلاش الإفراط في الحزن، وبلاش الإفراط في عدم الثقة في اللاعبين. واجهنا النهاردة ظروف صعبة شوية بسبب الغيابات، بنتكلم عن أكرم، بنتكلم عن طاهر، بنتكلم عن عمار، بنتكلم عن بيرسي تاو، بنتكلم عن ظروف عكسية بتظهر أمام الفريق. أنا لا ألتمس أعذار، ولكن أنا بقول لحضراتكم الوضع قائم، الوضع القائم إزاي؟ وبأكد لحضراتكم أن الدوري السنة دي لن يحسم إلا في جولاته الأخيرة. وخلي بال حضراتكم، والكلام ده انا قلته لمعظم المكالمات اللي عملتها قبل ما اخش الهوا، كنت بقول لاي حد من اللاعبين او اي حاجه تانية احنا بنصعبها على نفسنا. يعني اللعيبه دي بتصعب الدوري على نفسها. تخيل لو حضرتك كنت كسبت الماتشين اللي تعادلت فيهم،
فخلاص طالما بتصعب الامر على نفسك خليك على قد صعوبه الامر. الدوري السنه دي قصه تانيه وحدوته تانيه، الكل عنده دوافع ورغبه وطموح. حتى الانديه اللي لسه صاعده دعمت صفوفها بلاعبين جدد واصحاب خبرات، وبالتالي كل الفرق عندها اسلحتها اللي تقدر تكسب بيها، او على الاقل تعطل فرق المقدمه او فرق القمه. المطلوب ان انا ببص لنفسي، انا عندي مشكله في الناحيه الهجوميه، كيف يمكن حل هذه المشكله؟ وناخد بالنا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي بيندسوا وسط جمهور النادي الاهلي، بيقعدوا يسخنوا ويخلونا نفقد، احنا عمرنا ما هنفقد ثقتنا في لعيبتنا، احنا دايما في ظهر لعيبتنا ودايما هنقف في ظهرهم لغايه اخر ثانيه، وهو ده اللي احنا متعلمينه من جمهور النادي الاهلي. جمهور زعلان وينتقد، من حق الجمهور ان هو يزعل وينتقد، دي حاجه حقيقيه، ولكن ناخد بالنا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي بيحاولوا يعملوا فتنه ووقيعه ويوقعوا ما بين اللاعبين وما بين الجمهور. ده بيحصل بقاله 3 سنين وكلنا راصدين هذا الامر ومتابعينه. فالحقيقه لازم ناخد بالنا من كل هذه الامور. من حق حضرتك كجمهور النادي الاهلي تنتقد، وخلي بال حضراتكم لما بتيجي تتكلم مع اللاعبين بتقول لهم ايه؟ الجمهور يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه، لان الجمهور ده لما بتبقى كويس بيعمل ايه؟ بياخدك من على الارض كده، بيشيلك من على الارض شيل وبيحطك في 7 سما. اللعيبه لازم تاخد بالها من هذا الامر، او لازم تبقى عارفه هذا الامر. اذا كان عندنا مشكله نحلها. احنا حتى هذه اللحظه لما تيجي تبص لل9 مباريات، انت كسبت 7 مباريات واتغلبت في اتعادلت في مباراتين، فقدت 4 نقاط، ولكن جمهور النادي الاهلي عنده الوعي اللي يخليه ما يبقاش حزين ان هو فقد 4 نقاط. ما عنديش مشكله ان انا افقد 4 نقاط، ولكن الاداء لازم يبقى افضل من كده، وكلنا بنتكلم في هذا الامر، وكلنا بنتكلم من منطق واحد بس، وهو منطق حبنا لفريقنا ولحبنا لنادينا. وبالمناسبه هي اللعيبه دي هترجع لمستواها ازاي؟ مش بالكلام اللي انا بقوله ولا بالكلام اللي فلان بيقوله، ولكن حضراتكم هتقول لي يا عم اسلام هنعمل ايه؟ هقول لك، مش انا الاسلام اللي هقول لك تعمل ايه، ولكن انا اسلام بتعلم من جمهور النادي الاهلي اعمل ايه. وفي مثل هذه المواقف اللي هي مش ضخمه قوي، نقدر نعمل ايه ونقدر نساند ازاي علشان الفريق يرجع للطريق بتاعه مرة تانية، لانه ما مشيش بعيد كتير. خلاص، فلما ما يمشيش بعيد كتير انا كجمهور اقدر ارجعه تاني، اقول له لا خلي بالك دي السنة الثالثة ممكن صعب نخسر فيها الدوري، هشجعك وساندك وهقف معاك لغاية اخر ثانية، ما عنديش اي مشكلة، هنتقدك طبعا، ولكن انا انتقدك، انا كجمهور انتقدك، ولكن هساندك وافضل واقف معاك في كل المباريات. احنا عندنا ماتش يوم الاربع، لازم نفكر في لعيبة مش الجمهور، اللعيبة لازم تفكر عندنا مشكلة في ما بنروحش للجول ليه. المدير الفني ما هو بيقول لك اتحرك من هنا وخش من هنا والتاكتكس اللي بنتكلم فيها وهنتكلم فيها دايما وكل حاجه، ولكن فين انا؟ فين ال كنا دايما لما بتبقى اخر 5 دقائق اخر 10 دقائق الجمهور، الماتش اللي فات الجمهور، الغل في كره القدم، الغل في الملعب، الغل الرياضي. النهارده مين اللي هيرجع اللعيبه دي لمكانهم تاني ويخلي اللعيبه دي تبقى واقفه كده فخوره بنفسها وفخوره بمسانده جمهورها ليها؟ هو جمهور النادي الاهلي. النهارده المستر كولر شاف ان عدد الجمهور قل، وانا الحقيقه تواصلت مع عدد كبير جدا من الجمهور اللي عارف ان هو دايما بيروح مثل هذه المباريات. ايه الموضوع؟ كل الناس بتقول لي لا احنا كنا موجودين، احنا كنا موجودين. طب
هو الجمهور القليل ده ليه؟ الراجل نفسه بيسأل، مفيش حد بيحرك اللعيبه جوه الملعب، محدش يقول لي اصل ده فلان بيحرك، لا، اللعيبه دي بتتحرك بجمهورها. هذا الجيل من اللاعبين بيتحرك، مش هذا الجيل، كل اجيال النادي الاهلي بتتحرك بحضراتكم. الماتش اللي فات، هو انت ليه جبت، انا وجهه نظري الماتش اللي فات انت ليه جبت جون في الدقيقه 96 و16 ثانيه؟ لانه جمهور الاهلي لغايه الدقيقه 96 و16 ثانيه هو بيشجع. فالحقيقه عايز اقول لحضراتكم انتم دائما السند والدعم والعون لكل الفريق. عندنا مشكله وعندنا اخطاء، محدش يقدر يتكلم في مثل هذه الامور، وكلنا بنشاور عليها وكلنا عارفينها وكلنا كاهلاويه بينا وبين بعض بنقولها. انا ادعي على ابني لكن ما احبش حد يقول امين. هو ده جمهور الاهلي، وهو ده الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني. عشان كده حضراتكم السند والدعم والقوي جدا 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 خلال الفتره اللي جايه. عندنا ماتش يوم الاربعاء، وبعدين ماتش يوم الاحد، وبعدين ماتش، وهكذا. هذه هي كره القدم خلال الفتره اللي جايه. فهنظل نساند وهنفضل واقفين في ظهر فريقنا دايما. انا اسف، انا دايما بحب ابقى متفائل شويه، انه دايما بنظر لنصف او الناحيه الايجابيه في اللي حصل النهارده. الناحيه الايجابيه في اللي حصل النهارده هتخلينا نفضل نساند فريقنا اقوى واقوى خلال الفتره اللي جايه. عندنا مجموعه محترمه من اللاعبين. النهارده كلام كولر مش كلام اسلام، ان كل اللاعبين باستثناء محمد الشناوي، يعني لو محمد الشناوي النهارده بعيد عن مستواه كنا اتغلبنا، ولكن النهارده كل اللاعبين كميه ميس باس غير طبيعيه، مش عارف في ايه. انا بصراحه يعني انا بس ساعات بيني وبينكم كلاعب كره قدم سابق، الواحد ساعات بيجي له وقت كده وهو في الملعب مش عارف هو مش عارف يباصي ليه. انا يعني اللعيب نفسه ما بيبقاش عارف هو مش عارف يباصي ليه، معرفش. فحضراتكم دائما السند والدعم، حضراتكم دايما اللي بتقفوا معانا، حضراتكم دايما اللي بتقفوا مع اللعيبه، حضراتكم دايما اللي بتبقوا دايما في ظهرهم، وهنظل دايما نيجي ونقول لكم من فضلكم خليكم انتم السند والدعم والعون خلال الفتره اللي جايه. قبل ما اروح لاخبارنا النهارده، في حد دايما، انا الحقيقه مش فاهم، هو دايما بيتعمد ان هو يصطاد في الماء العكر، ودايما لما بيجي يتكلم هو دايما بيحب يعمل فتنه ما بين الجماهير، في وقت احنا كنا دايما بنطالب بالتهدئه. وادي حضراتكم شايفين مجلس اداره النادي الاهلي مع مجلس اداره الاتحاد، جماهير الاهلي مع جماهير الاتحاد، ولكن الناس دي بتحب تعمل فتنه، بيحاول دائما او بيحاولوا دائما ان هم يزيفوا الحقائق ضد النادي الاهلي. انا طبعا مش هعرض كلامه، لكن هوضح لحضراتكم مضمون ما قالوا من عبث حقيقي وعبث. هو بيقول ان عدم ضغط مباريات الاهلي بعد العوده من كاس العالم للانديه هيضر كره القدم المصريه والمنتخب والدوري الممتاز، وكان ناقص كمان يقول هيضر دول العالم كلها. تحريض واضح وصريح على الاهلي بدون مبرر. هو الدوري ده لو اتاخر 20 يوم ولا حاجه هيضر المنتخب في ايه؟ انا عارف ان انت بتعمل اي حاجه علشان فريقك، حلو جدا، ما تدخلش النادي الاهلي في كلام معاك. طيب هو لو كان فريقك هو اللي هيشارك في كاس العالم، يا ترى، طبعا انا عارف ان ده صعب، ولكن يا ترى كنت هتعمل ايه؟ دايما من الاساسيات ان انت تكون على مبدأك وموقفك، لانه المبادئ في كرة القدم لا تتجزأ. الدوري لازم يتم مراعاة مشاركة النادي الاهلي لانه بيمثل مصر كالعادة. الاهلي ما بيلعبش باسم نفسه، هو ممثل لكرة القدم المصرية والقارة الافريقية باللوائح وبالقوانين.
الاهلي بيلعب باسم مصر في كل المحافل الدوليه والعالميه، زي ما المفروض كلنا نكون جنب النادي الاهلي ونشجعه مش نحاربه، ونسخن الاجواء حواليه ونسخن الاجواء بمثل هذه الطريقه العبثيه الحقيقه. على العموم انا واثق وعندي ثقه كبيره جدا من رابطه الانديه برئاسه الاستاذ احمد دياب واتحاد كره القدم ومسؤولي اتحاد كره القدم من مراعاه هذا الامر حتى لا يتكرر سيناريو الموسمين الماضيين بضغط مباريات النادي الاهلي بشكل كبير، وده بيؤثر على الفريق. طبعا هو هذا الشخص تناسى الكلام اللي انا بقوله، او تناسى جمله انا قلتها. انا قلت وانا بتكلم يومها من يوم الاربعاء على ما اتذكر، انه يا جماعه تحصل حاجه بالاتفاق ما بين النادي الاهلي ولجنه الانديه ورابطه الانديه المحترفه واتحاد كره القدم، ويستفيد منها ال 17 نادي، ويبقى قاعد فيها ال 17 نادي ويتفقوا. وبالمناسبه انا كلمت الحاج عامر حسين وقلت له هذا الكلام وقلت له هذا الاقتراح. قلت له يا حاج عامر انا رايي ان حضرتك تعمل قعده موسعه لكل ال 18 نادي خلال الفتره اللي جايه علشان نتعاون في صالح كره القدم المصريه. ولكن للاسف الشديد مثل هؤلاء الاشخاص هم اللي دايما بيودونا للفتنه وبيودونا ان احنا دايما يبقى في تعصب. نصيحه هقولها لك في ودنك، راجع نفسك كويس وبلاش تحط النار جنب البنزين. لازم دايما نفكر بعقولنا شويه عشان المرحله اللي احنا فيها دي مرحله تطييد وفكر راقي وبناء محترم في كل المجالات. احنا بنتكلم في الجمهوريه الجديده، واللي انت بتعمله وغيرك بيعمله بيرجعنا سنين كتير جدا لورا. حافظ على ناديك واعمل اللي انت عايزه على ناديك، ولكن ما تسخنش وما تثرش التعصب بكلامك ما بين او على نادي الاهلي. حضرتك بتضر الصالح العام. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه خلينا نروح لاهم اخبارنا النهارده. لجنه فرع العالمين تواصل اجتماعاتها لبحث التعاقدات المشروع. لجنه انشاء فرع النادي بالعالمين واصلت اجتماعاتها مع لجنه المستثمرين القائمه على المشروع في الوقت الراهن لبحث كافه التفاصيل وشروط التعاقد والحقوق المترتبه للنادي في ضوء ذلك، تمهيدا للعرض على مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع المقبل. حضر الاجتماع استاذ العمري فاروق رئيس اللجنه، والمهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي، ودكتور محمد شاوي والاستاذ محمد الجرحي ولمياء مختار اعضاء اللجنه، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل المسؤول الهندسي لمجلس الاداره. وخلال الاجتماع الذي جرى ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيره واصل المستثمرون شرح تفاصيل جديده للمشروع من خلال الماكيت الخاص، وكذلك دراسه الجدوى في ضوء الإمكانيات المطروحة والربط في المنطقة السكنية المجاورة للمشروع بما يحقق مصلحة الطرفين. وفي نفس الإطار تطرق الاجتماع إلى الفترة اللازمة للانتهاء من إنشاء المشروع، وكذلك عدد مراحل الإنشاء والإمكانات المتوفرة والإجراءات الإدارية اللازمة من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة. حفل راس السنه ان شاء الله باهلي مدينه نصر الخميس المقبل، ده اعلنته لجنه الشباب بالنادي الاهلي بالتعاون مع اللجنه العليا للجان. ايضا كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطوله امم افريقيا ان شاء الله، اسفرت طبعا مجموعه او بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 20 سنه عن وقوع منتخب مصر في المجموعه الاولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويلتقي منتخب مصر الشباب مع موزمبيق في الرابعة عصر يوم 19 فبراير المقبل، ثم يواجه نظيره الأرجنتيني في السابعة في السابعة مساء يوم 22 فبراير، وأخيرا يلتقي منتخب الشباب نظيره السنغالي في السابعة مساء يوم 25 فبراير. وزارة الرياضة تقرر إنشاء مركز معلومات للاعبين المحترفين بالخارج. خلينا أيضا نروح لأكرم توفيق، أكرم توفيق اللي بنقول له ألف سلامة عليك يا بطل، إن شاء الله دايما
تقوم بألف سلامة لاعبه وجماهير النادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي بيدعموا أكرم توفيق. النهاردة أيضا لاعبة النادي الأهلي كانوا حريصين على حمل قميص زميلهم أكرم توفيق من أجل مؤازرته بعد إصابته في قطع في الرباط الصليبي، وحمل لاعبه النادي الأهلي رقم 25 الخاص بأكرم خلال التقاط الصورة التذكارية قبل المباراة. وكما حرص جمهور النادي الأهلي كالعادة على الدعم والمساندة من خلال هتافات سلامتك يا أكرم. طبعا أكرم توفيق زي ما حضراتكم عارفين أصيب بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، ونتمنى له رب كل الشفاء العاجل. خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن أكرم توفيق ونرجع نكمل. طيب ايضا من اللاعبين المميزين ان شاء الله هيكون له دور مع الفريق خلال الفتره اللي جايه زي ما كان معاه له دور خلال الفتره السابقه، كل الدعم لمحمد هاني. محمد هاني احد اللاعبين المميزين ان شاء الله اللي النهارده الواحد شايفه بيموت نفسه دفاعيا، وان شاء الله ربنا يكرمه خلال الفتره اللي جايه ويعود لمستواه ونشوفه افضل كمان من الاول. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن محمد هاني. تقرير جاهز؟ طيب نطلع نشوف تقرير عن محمد هاني ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. يحظى محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدعم كبير من الجهاز الفني للفريق في المرحلة القادمة، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي سيغيب عن الملعب حتى نهاية الموسم الجاري. محمد هاني بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده للمرة الأولى وهو في سن 18 عندما كان الإسباني خوان كارلوس غاريدو يتولى المهمة الفنية للفريق الأول، ومنذ ذلك الحين وهو يلعب في صفوف المارد الأحمر وتوج معه بالعديد من الألقاب. محمد هاني قدم مستويات متميزة منذ تصعيده إلى الفريق الأول في الدفاع والهجوم، واعتمد مدربو الأهلي على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن أو المدافع، واستطاع هاني أن يثبت في كل مركز أنه على قدر المسؤولية. ومن أبرز المميزات التي اكتسبها محمد هاني هو تطور مستواه البدني والفني، بالإضافة إلى إمكانيات خاصة يتمتع بها اللاعب في العرضيات والمراوغة. ورغم أن هاني كان في بعض الأوقات يجلس بديلا، إلا أنه كان يقاتل للعودة مجددا، وفي كل مرة يثبت نفسه وينال إشادة الجماهير الأهلاوية في كل مكان. ويراهن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الفترة المقبلة على تألق هاني وقيادته للجبهة اليمنى، كما أنه بدأ يدفع به مؤخرا في المباريات حتى قبل إصابة أكرم توفيق، حيث شارك مع الفريق في موقعة فاركو التي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف. ومنذ ظهوره مع الفريق الأول بالنادي الأهلي خاض هاني 243 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية ومونديال الأندية، وسجل 4 أهداف، بينما صنع 15 هدفا آخر لزملائه، وساهم في تتويج الفريق بالعديد من البطولات، حيث حصد مع المارد الأحمر 5 بطولات للدوري الممتاز وبطولتين لدوري الأبطال الإفريقي ومثلهما للسوبر الإفريقي، بجانب بطولتين لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.
طيب وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطلة فقرتنا النهاردة الكابتن علياء محمود نجمة الأهلي ومنتخب مصر السابقة لكرة السلة، بدأت مع النادي الأهلي سنة 89 حتى 2017، وبعد ذلك اتجهت للتدريب مع النادي الأهلي من 2017 حتى 2022، حققت أكثر من 30 بطولة وحصلت على لقب أحسن لاعبة في بطولة الحريري لكرة السلة، وحصلت على لقب أحسن هدافة ثلاثيات في الدوري المصري لكرة السلة، أحسن هدافة في منطقة القاهرة لكرة السلة. هذه هي علياء محمود نجمة الأهلي السابقة، وتقرير وصنع في الأهلي. وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام في كلام هام جدا فيما يخص النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة، ولكن بعد ما نشوف صنع في الأهلي وفاصل، وبعد الفاصل كابتن ماهر همام. البداية كانت في الأهلي طبعا، أنا أعتبر يعني اتولدت لقيت نفسي موجودة في النادي، لأن أنا جدي كان أوريدي من الناس اللي بتوع الجنينة بتوع الناحية التانية، دول كانوا قاعدة كده مشهورة، وخالاتي الاتنين كانوا بيلعبوا باسكت أصلا، يعني أنا كنت باجي من وأنا صغيرة جدا معاهم، كانوا كباتن الأهلي ومنتخب مصر كابتن نهر وكابتن لبنى، فكنت موجودة من وأنا مثلا عندي 4 سنين في ملعب الباسكت، يعني عندي صور وأنا بشجع الكباتن وهم لعيبة. فكانت طبعا البدايه في النادي الاهلي، بدات ما كانش في زمان ميكرو وحاجات كده، كان هو اول سنه 12 سنه، فقعدت مثلا 6 سنين انا ثابته في نفس الفرقه، بيجي ناس وتطلع اكبر مني والكلام ده. بعدين طبعا ده كان باسكت كله، مع الباسكت كان في سباحه، عملنا بطولات مع الباسكت، كان في ما كانش في فيتنس زمان زي دلوقتي فيتنس ترينر والكلام ده، فمامتي قررت تاخدني عند كابتن ناديه شريف الله يرحمها العاب قوه في النادي برضو، فروحت اتمرنت معاها از فيتنس، فكابتن ناديه قالت لي طب ايه رايك تلعبي معايا العاب قوه شويه مع الباسكت، فروحت لعبت معاها تحت 16، كنت تحت 16 سنه ساعتها، وعملنا ارقام، عملت رقم مصر تحت 16 و18 الحمد لله، صعدت مع جمباز في النادي الاهلي، يعني كان في باسكت ده مستمر جنبه بقى حاجات في النادي تانية، جمباز سباحه العاب قوه الكلام ده كله، لغايه بقى ما وصلنا فيرست تيم الحمد لله درجه اولى او منتخب مصر الحمد لله. من زمان خالص كان طبعا كل الجيل كابتن علاء زهران، كابتن طارق خيري اللي هو مدير الفني بتاعنا دلوقتي، كنت انا مش عايزه اكبره يعني، بس كنت طبعا بتفرج عليه. كان في طبعا الجيل ده كله كانوا لعيبه، كابتن شريف علي، كل الناس دي، وطبعا قبلهم كان في برضه ناس ثانيه، كانوا كلهم كانوا مدربيني، كابتن سيد صابر كان برضه لعيب، انكل سلعاوي، يعني حتى بقول انكل مش كابتن لان هو برضه من وانا صغيره طبعا انكل سلعاوي، فكل الاجيال دي عاصرتها از مثل اعلى في الباسكت، وهم ناس مربيني كلهم يعني. بصي اكيد طبعا هي كانت كده، انا في النص يعني ما بين اهلي يعني ما بين النادي الاهلي ومنتخب والدرجه الاولى، سافرت كان جاي لي سكولرشيب في جامعه في امريكا، فسافرت ورجعت تاني، كنت ساعتها برضو مش السوشيال ميديا مش زي دلوقتي قوي، فكنت عادي ان انا هناك ممكن اخد اجازه اسبوعين اجي على فاينل الدوري هنا العب مع الاهلي وارجع تاني، فكانت الامور اسهل شويه، بس كنت طول عمري بفكر ان انا حتى لما بطل انا مش عايزه اكون بعيده عن الباسكت او بعيده عن النادي الاهلي او الحاجات دي، فبدات ساعتها وطلبت انه انا عايزه امسك فريق صغير عشان الصغيرين بيعلموا اكتر، بيخلوكي تفكري اكتر، اوريدي انا عندي اكسبيرينس الدرجه الاولى من اللعب، فبدات مع تحت 11 سنه، طبعا كان اكسبيرينس مختلفه تماما، بيخلوكي تشغلي مخك، تتعلمي من ازاي تعلمي حد يلعب باسكت، انا كنت اوريدي حد بيعلمني العب باسكت، فكان طبعا الموضوع صعب جدا مع الصغيرين بالذات. بعد كده بدات في التدرج اني امسك صغيرين وكبار مع بعض، يعني ربنا الحمد لله يا رب فتح لي بقى ابواب ان انا اكون ماسكه صغيرين وكبار، كده جالي منتخب درجه اولى مع 18 اهلي مع فرقه صغيره، بعد كده قررت ان انا اعمل احضر ماجستير، فبدات ادخل في تربيه رياضيه، اعمل ماجستير في التدريب، يعني بدات ان انا اتعمق شويه، بس طبعا يعني ده انا دلوقتي بقول ده احسن قرار اخدته يعني الحمد لله.
جمهور النادي الاهلي بيمثل لي حاجات كتيره جدا. انا لسه كان حد منهم بعت لي قلت له ان كان نفسي يعني لو انت تقولي لي لو انت بطلتي بدري هو بجد انا كان نفسي العب لما الجمهور ده كان موجود، لان انا لما كنت بلعب كان عم سيد اللي هو لسه متصور معاه، فبجد بعت لهم على العاب الصالات قلت لهم بجد انا كان نفسي اكون بلعب وانتم بتشجعوا التشجيع ده كان هيفرق جدا. وفعلا فعلا فعلا احنا فرقتنا كلنا بيستنوهم في الماتشات جدا، بيفرقوا جدا معاهم سواء في الدوري يعني اول لما الماتش خلص بجد بنجري عليهم يعني سواء الفرقه ولا الجهاز، يعني زي ما شفتي الماتش اللي فات بكابتن طارق بكلنا احنا كلنا جرينا عليهم ان هم فعلا فعلا بيفرقوا معانا جدا. يعني في مرحله في الماتش سواء مثلا ساعات بيحصل اللعيب بيكون اوف او الفرقه بتكون اوف، بس بجد اللي بيشدك ان انت يلا يا جماعه الناس اللي بتشجعكم يلا اسمعوا صوت الناس دي، اسمعوا الناس دي بتشجعكم ازاي. هو طبعا شكرا على كل حاجه النادي بيعملها، شكرا على كل حاجه مجلس الاداره والنشاط الرياضي بيعملها. بجد احنا يعني فعلا الواحد لما يتخيل نفسه ان هو لو ما كانش موجود في النادي الاهلي بيكون يعني الواحد مخه مش قادر يجيب قوي ايه اللي ممكن يكون حاصل. بس بجد شكرا على كل حاجه، على ايمج، على ان انا اكون ماشيه في النادي اصلا لابسه ماشيه بره النادي في الشارع لابسه التريننج ده، وقد ايه الناس اصلا بتبص ان انت لابس كده لما بنمشي بره الناس طب ممكن هو انتوا ما عندكوش ستور نشتري منه لبس. شكرا على كل الحاجات دي، شكرا ان احنا عندنا وقت مش بنضيعه على الفاضي، ان احنا على طول مشغولين، في ماتش كوره النهارده، في فرقه ايه اللي هنشجعها النهارده، هنسابورت مين النهارده، عندنا مكان امان نقعد فيه، عندنا مكان امان بنتمرن فيه، عندنا اي حاجه بنطلبها بتتوفر لنا. ففعلا شكرا على كل حاجه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ كابتن اسلام تشرف ومنور. اهلا حبيبي، ربنا يبارك فيك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. اسلام كابتن ماهر، خليني ابدا مع حضرتك النهارده، والكل بيتكلم عن تعادل النادي الاهلي النهارده، مش التعادل وفقدان نقطتين، ولكن الاهم ان الاداء لم يكن جيدا في مباراه اليوم. بالظبط، هو التوفيق وعدم التوفيق يا اسلام. احنا كنا لسه بنتكلم قبل ما نطلع هوا بنقول مش نهايه المطاف، يعني صحيح. مش الدنيا يعني هتتكربس في ان احنا تعادلنا مباراتين، لسه مشوار طويل يعني. ما خسرناش الحمد لله 400، يعني كان النهارده ممكن يبقى في خساره بالهجمتين اللي كانوا موجودين في بدايه المباراه بالنسبه لسموحه، وانقذهم الشناوي بشكل احترافي بشكل جميل، فكان ممكن يبقى في خساره. لكن عايز اقول ودروس طبعا، اولا بنتاسف لجمهور النادي الاهلي، مش عايزين جمهور النادي الاهلي يزعل، ولازم يعرف ان ساعات بيبقى يوم غير عادي. صحيح، واضح النهارده ان في يوم غير عادي للمجموعه ككل، يعني حتى مستر كولر كمان، يعني الاداره الفنيه، المجموعه كلها النهارده يوم مش يومنا. بالظبط، يوم مش يومنا. لكن عايز اقول مش نهايه المطاف، الدنيا مش هتقف، بالعكس خلاص النهارده انا في رايي ان احنا نقفل الملف بتاع سموحه ونبدا نفكر في المباراه القادمه. لكن هنا في دروس يا اسلام ودروس مستفاده جدا. قبل ما نروح للدروس المستفاده يا كابتن، ما هو احنا برضو هي الناس حابه ان هي تتكلم، ما اعرفش ليه، لكن هي الناس حابه تتكلم عن الاخطاء. اذا كان هناك اخطاء، هو في فريق في العالم ما فيهوش اخطاء؟ صعب جدا طبعا. صح، صعب جدا طبعا. يعني في النهايه حتى اذا كان هناك اخطاء فيجب او شغلانه المدير الفني او الجهاز الفني كاملا ان هو يعالج هذه الاخطاء. مظبوط، ايوه. والتدريب بيقول كده كمان، ان اللاعب يخطا المدرب يصلح، ده دور المدرب في الجزئيه دي. احنا النهارده كان عندنا مشكلتنا كانت في ان الناحيه الهجوميه عندنا النهارده، يعني احنا واحنا قاعدين حاسين ان احنا لو لعبنا 10 ايام زي ما بنقول مش هنعرف نجيب جول او مش هنجيب جول. مشكله الحته القدامانيه والصداع اللي انا شايفه واجع دماغ الراجل الجزء القداماني، يعني النهارده اسلام تقدر تقول عندك ثبات، يعني ده يمكن الفرصه اللي اتلعبت بينيه ورا خط الظهر لمكرونه لاعب الجناح ل طبعا سموحه، ولعيب صغار السن 21 سنه، لكن لعيب مبشر خامه جيده. لكن خبره وتحرك الشناوي كانت فيها نوع من اليقظه ونوع من التغطيه. الشناوي عالج الخطا ده يا اسلام، عالج خطا الرباعي اللي ورا. مظبوط، يعني هنقول ان الخط كله اتضرب في الباص ده،
لكن الشناوي طلع طبعا بجرأة وشجاعة وقدر ينقذ هدف كان من بداية المباراة ممكن يلخبط كل الحسابات، وكان ممكن دخلنا في 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 مشكلة صعب جدا ان احنا كنا نطلع منها. دي طبعا الهجمة الثانية اللي بردك مكرونة لعبها بالعرض، عدت مدافعي قلبي الدفاع عبد المنعم ومتولي، وطبعا عدت كمان مهاجم سموحة. المهاجم الثاني يعني كان في نوع من طبعا طلوع الشناوي في الوقت ده كمان قفل عليه الدنيا، قفل عليه بشكل كبير جدا، خلى الراجل يتلخبط لدرجه ان هو حطها من فوق العارضه. هو طبعا قلق من الشناوي لما راح له زي الاسد زي ما بيقولوا. طبعا التسرع بتاع المهاجم قدر ان هو يلعبها من فوق القائم. دي برضك هجمه كانت هجمه مؤثره بشكل كبير جدا، ودي كانت زي ما انت قلت مشكله من ضمن مشاكل دفاعاتنا يا اسلام. يعني المشكله الاولى طبعا دي طبعا فرص النادي الاهلي من خلال المباراه في مباراه اليوم بصراحه يعني دي كانت عايزه بس من كريم ان هو يزقها اقوى من كده. صحيح، يعني هي اتلعبت لكريم في المساحه الفاضيه بشكل جيد، وفعلا كريم قدر يسبق الباك ليفت اللي سموحه، لكن كانت محتاجه بس قوه يقدر يزقها اقوى من كده. فدي برضك حاجه من ضمن الحاجات اللي فيها تصويبه من لعيب سموحه. لكن طبعا زي ما قلنا النهارده يقظه الشناوي الحمد لله رب العالمين، يعني الحاجه الحسنه الوحيده النهارده تقدر تقول يقظه الشناوي حقيقي من خلال الجيم اللي اتعمل. لكن سؤالي برضو يا كابتن، هو ليه دايما او ليه فجاه كده بيجي وقت، ايه السبب اللي بيخلي اللعيبه كلها ال11 او ال10 اللي موجودين يعني تحس ان هم مش في مستواهم الطبيعي عموما؟ بقى بتكلم بشكل عام الاول النهارده قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي. بص اسلام، اذا ما كانش موجوده الدوافع وشخصيه النادي الاهلي وروح القتاليه وروح الفنانه الحمراء من بدايه المباراه، هي دي اللي بتدخلنا في الشكل اللي احنا شفناه. اوكي، بيبان من بدايه المباراه انك انت وانت بتسخن تعليمات مستر كولر، تشجيع الجماهير ليك، دوافعك من المباراه انت عايز 3 نقاط. زي ما احنا قلنا متوارثين اجيال ورا اجيال في حته الثلث الساعه الاولى مهمه جدا ان النادي الاهلي بيقدر يخلص فيها. صحيح، ودي تعليمات مستر كولر من بدايه ما تولى، مش هو بس، يمكن كل المدربين. ربع ساعه او ثلث ساعه الاولى مهمه جدا انك انت تنزل تضغط على الخصم وبتبين ضغطك ده من خلال شخصيتك واستراتيجيتك اللي انت بتفرضها على الخصم اللي قدامك. النهارده البدايه ما حسيناش بالكلام ده يا اسلام، يعني رقم واحد ما حسيناش بالروح دي، ما حسيناش بالضغط ده، ما حسيناش بالجرأه دي. روح الفنانه الحمراء النهارده حاجه غريبه، كل اللعيبه تحس ان ما فيش التحام، يعني عكس مثلا سموحه من بدايه المباراه بيشتركوا في كل كوره، بيخبط في كل كوره، بينط في كل كوره. وخد بالك ايه السبب يا كابتن؟ لا ما هو اوكي كل ده كان واضح، لكن ايه السبب؟ ايه اللي يخليني انا كلاعب لما حضرتك كنت نجم في النادي الاهلي وبتلعب بهذا الشكل، كان بيجي عليك اوقات بتلعب بهذا الشكل، كان ايه السبب؟ ايه الاسباب اللي بتخليك توصل لكده؟ احنا عايزين نوصل للاسباب. انا عايز اقول لك الاعداد الذهني والتركيز في المباراه ما دخلناش. اوكي. من بدايه المباراه. يعني الاعداد الذهني والتركيز في المباراه هو اللي اديك المبادره. واضح ان احنا تركيزنا النهارده كان قليل قوي. أوكي. بالنسبه لمعظم اللعيبه. طبعا كمان يمكن الواجبات الدفاعيه بدا كان فيها قصور النهارده. أوكي. يعني خط الورا في الكورتين الفرصتين اللي جم لسموحه كان ممكن يكونوا جوال. الحاجه الثانيه تقارب الخطوط، يعني تحس ان نص الملعب كمان يا اسلام بعيد في بدايه الهجمه عن المدافعين، يعني المدافعين عايزين يبنوا الهجمه. لو هي من ناحيه مثلا متولي يبقى لازم السوليه قريب منه. صحيح. وبعدين حمدي فتحي هو اللي يبعد شويه. العكس عبد المنعم يبقى حمدي اللي بينزل والسوليه اللي بيبعد شويه. النهارده تحس ان الاثنين موجودين واقفين على خط واحد، على فلات واحد. ودي غريبه، يعني لازم يبقوا عاملين كده، واحد كده وواحد عامل كده. الحاجه الثانيه كمان بالنسبه لخط الهجوم، فترات كتيره جدا في الثلث الهجومي كل الناس واقفه على خط واحد. يعني حتى كمان سافيو اللي هو صانع العاب، حتى أبشة لما نزل كل الناس رايحه جوه الثلث 18 في دفاعات سموحه واقفين على خط واحد. صعب جدا، يعني المفروض الانتشار اللي احنا تعودنا عليه، يعني واحد متقدم واحد متاخر، واحد بيهرب واحد بيخلق لنفسه مساحه، الحاجات دي يا اسلام كانت. طيب على الجانب الاخر برضو، ما هو انا بلاعب فريق بيلعب ال10 تحت الكوره مع حارس المرمى طبعا، ال10 تحت الكوره
ما هو انا كمان خد بالك في الحالات اللي زي دي يا كابتن، ما هو انت في 10 قدامك يعني انت وانت بتلعب في 10 قدامك، كيف يمكن استغلال هذه الامور؟ بمعنى انه ازاي انا كلاعب بقى جوه الملعب اقدر افك هذه التحصينات الدفاعيه؟ بالظبط ده اللي احنا بنقول بقى التكتيك اللي هو اللي بتدربوا عليه اللعيبه، اللي مستر كولر بيحافظ بيه اللعيبه، يعني اطراف الملعب مثلا هتلاقي مثلا موجود فيها هاني وكريم، ما حسيناش النهارده بالمساحه بتاعت هاني وكريم، ما حسيناش بالاختراقات، ما حسيناش الاوفرلاب، ما حسيناش بالكورسات العرضيه اللي المؤثره وراء دفاعات سموحه. الناحيه الثانيه معلول وعبد القادر بردك ما كانوش بحالتهم، الربط بينهم وبين بعض، كورسات النهارده معلول قليله جدا يا اسلام، يعني اول مره نشوف يمكن كروس في الشوط الاولاني او اثنين، والشوط الثاني يمكن كروس واحد بس اللي موجود. النهارده كمان بالنسبه لتحركات شريف، لازم يبقى شريف عودنا اسلام ان هو بيهرب بين السد باك والباك، ما شفناش الاختراقات دي بتاعت شريف. سافيو بعادته كان بيطلع يزيد مع راس الحربه، لو شريف بيتحرك كده سافيو بيروح رايح عكسه والعكس صحيح، لو راح الناحيه دي سافيو بيجي الناحيه دي. التصويبات اللي على المرمى يا اسلام بردك النهارده ما كانتش موجوده بالشكل ده. عايز اقول لك يا اسلام في التكتلات ديت تملي بعض الواجبات اللي بتطلب من اللعيبه ان العب الكوره عند راس الحربه عشان يبقى السيست محطه اقدر اخد منها فاول، اقدر اخد فيها يقدر يلعب فيها دبل باس، يقدر يستلم ويقدر يفوت. الحاجات دي مع الاسف ما شفناهاش النهارده، والنهارده يعني تقدر تقول الفرقه فيها حوالي 8 لعيبه دوليين، يعني لازم يبقى عندك المرونه التكتيكيه دي. يعني في خطوط عريضه بيقولها مستر كولر، لكن في خطوط عريضه ليك انت بقى يا اسلام. صحيح. يعني بمعنى ايه؟ هو الراجل قال مثلا الكروس العرضي لازم يبقى في واحد على القريبه، واحد على الوسطانيه، واحد مثلا جاي اللي جاي بره ال 18 يبقى مثلا في اثنين متابعين. دي اساسيات طبعا بيشتغلوا عليها اللعيبه في الجمل التكتيكيه. لكن في حاجات بقى بيبقى فكر اللاعب نفسه. يعني بمعنى ايه؟ المرونه التكتيكيه للاعب نفسه. النهارده الراجل قال هصوب على الجول. طب ايه المانع ان انا اعمل دبل باص؟ المانع ان انا اروح واحد ضد واحد؟ طالما هتوديني للجول. بالظبط. فدي حاجات يعني المفروض انها تبقى موجوده في معظم لعبتنا. نعم. اللي هي الحاجات الحلول اللي زي ما بيقولوا عليها الحلول الفرديه، الحلول الجماعيه. ايوه. ما شفناهاش النهارده من معظم الخط الامامي للاعيبه النادي الاهلي. دايما لما جمهور النادي الاهلي اللي هو الاساس في كل شيء الحقيقه والاساس في التشجيع، يعني انا في بدايه كلامي كنت بقول ان لعيبه الاهلي ما عندهاش الغل جوه الملعب وجهه نظري، يعني لانه الجمهور الحقيقه النهارده كان واقف مع النادي الاهلي طوال الوقت، فالنهارده حسينا ان لعيبه الاهلي ما عندهاش الغل الرياضي اللي احنا دايما بنستناه منهم يا كابتن. بالظبط. في المباريات، هل توالي المباريات وتقارب التوقيتات بيفرق في الموضوع؟ مش عايز اقول اجهاد لان احنا خدنا على كده، احنا بقالنا سنتين ودي السنه الثالثه بنلعب كل 3 ايام. صحيح. وفعلا اسلام كل 3 ايام لازم اكون انا ذاكرت، يعني بالنسبه لمستر كولر واللعيبه ذاكروا وصلحوا الاخطاء اللي كانت قبل كده. هو النهارده مستر كولر، انا اسف ان انا بقطعك، ولكن هو النهارده مستر كولر هو بيتكلم قال لك انه ما بيلحق، يعني هو يوم ثاني يوم بالزبط. بكره يعني احنا مثلا الحد ماتش الاربعاء صح؟ النهارده الحد، بكره الاثنين تمرينه خفيفه، الثلاث تمرينه خفيفه، الاربع ماتش. يعني الثلاث تمرينه، الاثنين تمرينه خفيفه للعيبه، الثلاث لو يعني عمل 5 على 2 وشويه مشي جوه الملعب هنستشفى. ده اللي احنا بنتكلم يعني عليه. هتلعب ماتش الاربعاء. هو طبعا هو راجل قال يعني اسوأ مباراه بالنسبه لي في تاريخي. صحيح. يعني ان انا شفتها النهارده، وحتى كمان اسوأ مباراه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. يعني يوم غير عادي. احنا بنتكلم على اصلاحات الاخطاء اللي قبل كده اللي هو اشتغل عليها، لان هو الراجل بيدون كل الكلام اللي بيشوفه خصوصا في التيت الاخير، انك انت الحاجات الدفاعيه يعني الحمد لله يمكن قدر يقضي على مشاكل كثيره منها. بالنسبه لتنظيم نص الملعب والثبات اللي موجود عليه الثلاثي، يعني تقدر تقول مشاكلهم قليله، لكن المشكله الكبرى اسلام الحته الدومينيه اللي هي دي كره القدم بقى. ايوه. هو هنا بقى ده شغل المدرب اللي هو لازم يعالج فيه الاخطاء اللي احنا كان عندنا كيفيه بقى مشاكل العلاج بقى. كيفيه العلاج يعني احنا تخيلنا الحقيقه ان الناحيه الهجوميه عندنا، يعني النهارده من الماتشات، الماتش اللي فات، لا الماتش اللي فات انت رحت كتير بس ضيعت كتير. بالظبط. لكن الماتش النهارده انت ما رحتش اساسا عشان تضيع.
بص يا اسلام، هو ده اللي يقلق، ده اللي يخلينا نبتدي المشاكل نقلق. الحته الادمانيه، التدوير اللي هو مازال بصراحه يعني انا كنت اتمنى مستر كولر خلاص يعني شاف بالظبط، شاف اللعيبه كلها خلاص وعرف امكانياتها ومن التحليل الاداء وكل المباريات اللي فاتت دي انت خلاص كونت فكره كبيره جدا على الجزء اللي قداماني. انا شايف انك انت لما تشتك واحد زي شريف اصبر عليه بقى مباراه اتنين تلاته بعد بقى المباراه الثالثه او الرابعه دي خلاص بقى يا شريف لو مش موفق خلاص هضطر اشوف شادي. فهي دلوقتي مشكله ان انا النهارده شريف وبعدين بكره شادي وبعدين بعده بيت ستاو وبعدين يعني كتير 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 اسلام. فالحته القدمانيه محتاجه زي ما هو ثبت في خط الظهر وزي ما ثبت في نص الملعب محتاج الحته القدمانيه برضك يحصل منها تثبيت. يعني النهارده انا قلت من البدايه كان حسين الشحات وشريف وعبد القادر نصبر على الناس نصبر على الناس شويه. فالنهارده هو لما بيجي نتكلم معاه في هذا الامر بيقول لك التدوير علشان الفتره اللي جايه فتره صعبه ان انت بتلعب كل يومين او ثلاثه مباراه. طب وماله بس يعني انت برضك واخد فتره راحه 25 يوم يعني احنا كانت حجتنا الاول ان احنا الاجهاد وعدم الراحه والحمد لله. مش حجه ولكنها كانت حقيقه. لا لا مش يعني. اسف مش قصدي يعني ان كان في كلام ان احنا ما ريحناش بقالنا 3 سنين وفعلا كان عندنا حق. يعني احنا انا حتى كنت بتكلم في هذا الامر ما بعد كاس العالم يا كابتن ماهر. يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا احنا هنلعب 1 فبراير كاس العالم هتسافر مثلا نقول 25 26 فهتلعب يوم واحد هترجع في اربع ماتشات في النص وقعوا. لا طبعا. فعايز يقربهم لك عشان تكمل بقيه الدوري فده هيحصل ازاي؟ فهيديك كل يومين ثلاثه ماتش او يعني مشكله هتبقى مشكله ثانيه مشكله. لكن انا بتكلم على ثبات اسلام لاجل ان اللعيبه دي تاخد ثقه. اوكي. ما احنا بردك الجزء القداماني معظم مهاجمينا ما عندهمش ثقه نتيجه ان هو بردك عيني مباراه وبعدين بيقعد بعدين مباراه. بس هو الراجل مفهمهم يا كابتن اللي انا فاهمه يعني ان الراجل مفهمهم ان ده بسبب ما عنديش راجل اساسي وما عنديش واحد احتياطي، انتوا كلكم بتلعبوا في النادي الاهلي وبالتالي النهارده ماهر همام بكره اسلام الشاطر. ما هو حضرتك شايف ان ده غلط مش صح. هم اللي بدعوا الاجانب هم اللي بدعوا موضوع التثبيت، احنا اتعلمنا منهم. تثبيت الفريق هو اللي بيديلك بقى التجانس، هو اللي بيديلك الدوافع، هو اللي بيديلك التكتيك. أوكي. هو اللي كل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها من ثبات التشكيل حتى كمان نقدر نحفظ بعض يا اسلام. صحيح. يعني خلاص انا دلوقتي انا بلعب انا واسلام، انا بلعب جناح واسلام بيلعب باك، اسلام من غير ما يبص عارف انا بخلق له مساحه فيحطها لي في السكر فاضي. صح. اسلام عايزها في رجله فحطها له في رجله، بيخش جوه بطل عنها لبره. كل الكلام ده بيجي من التثبيت. فانت نعم. النهارده هو بس الخط الامامي ان التغيير فيه كتير. احنا النهارده بدا مثلا بثلاثي مثلا الشحات وشريف وبعدين عبد القادر وبعدين نفاجئ بعد كده بتستاو وبعدين طاهر وبعدين سافيو وبعدين شادي وبعدين حسام. يعني انا شايف ان اللعب في الحته الادمانيه كتير قوي. اوكي. مأثر علينا بشكل كبير. انا شايف لو قدر مستر كولر خلال الفتره الجايه يثبت لنا الثلاثه اللي قدام الثلاثه الدمانين دول يلعبوا مباراه ويلعبوا اثنين ويلعبوا ثلاثه. الحاجه الثانيه كمان يا اسلام خد بالك التغييرات اللي بتحصل معظمها هجوميه. صحيح. من اول ما جه لكن في اوقات بتبقى في الدقيقه 77 والدقيقه 78 والدقيقه 80 فمش هينفع برضك اللعيب صعب قوي ان هو 10 دقايق يقدر يعمل فيه حاجه خالص. خصوصا لما يبقى مباراه بكهرباء زي دي ومقفله بهذا الشكل فبيبقى في صعوبه على اللاعب. في بعض المدارس وبعض المدربين الفنيين يقول لك ايه؟ طب انا اديله 10 دقايق بعد الشوط الاولاني وبعد كده ابدا اغير. يبقى في مساحه للناس اللي نازله وقت كافي ومساحه كافيه يقدر يشتغل فيها يقدر يخش في الجيم وياخد الثقه. صحيح. لكن 10 دقايق دي بتبقى يعني صعبه قوي يعني ما بيلحقش بيخبط هنا لعل وعسى ممكن. لكن في حاجات برضك مستر كولر لازم يراجع نفسه فيها. يعني طبعا هو اللي في المطبخ وهو صاحب القرار وهو افضل مننا. احنا بنتكلم واحنا بعيد طبعا مش عارفين هو بيعمل ايه وبيشتغل ازاي وبيحضر ازاي. لكن انا بحس باللعيب وهو نازل اخر 10 دقايق يعني لسه برضك صعب قوي ان انا اقدر اعمل حاجه في الجزئيه دي. فبرضك مطلوب اسلام خلال التغييرات اللي بتحصل اي نعم معظمها بتبقى تغييرات هجوميه لانه عايز يكسب اذا كان كسبان بجول عايز يجيب هدف تاني عايز يحافظ على الهدف. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي
مستر كورر بيتعامل فيها مع اللعيبة. النقطة الثانية كمان احنا مش حاسين يا اسلام من الدكة لما بتنزل بتغير من شكل واداء المباراة. يعني زمان كده لو تفتكر النجوم اللي كانت بتبقى موجودة على الدكة، يعني هنقول مثلا جيل بركات وجيل ابو تريكة، لما الكاميرا كانت بتيجي على ابو تريكة هو قاعد بره تلاقيه مركز في الجزئية بتاعته بشكل كبير جدا، شايف الناس اللي الخصم اخباره ايه، بيراقبني ما بيراقبنيش، عشان انا منزل اقدر اتفوق. وده الاعداد الذهني اللي احنا بنتكلم عليه، ان اللعيبه تبقى بره قاعده مركزه، انا مثلا قلب دفاع موجود، وبعدين الله اقدر حصل حاجه للمدافع اللي موجود جوه، انا المهاجم ده سريع بينط بدماغه بيمتص كويس بيروح على الشمال ناحيه، كل الكلام ده مهم جدا من اللعيبه البدلاء اللي هم قاعدين بره، ان هم عندهم الاعداد الذهني ده والتركيز ده، عشان لما ينزل يحس يقدر يصنع لنا الفارق، يقدر يغير لنا من شكل واداء الفريق طبعا. طيب برضو على الجانب الاخر بخط الوسط النهارده، حمدي فتحي وعمرو السوليه وبقيه اللاعبين، حضرتك كنت شايفه ازاي؟ يعني انا شايف ان عمرو يعني 3 سنين اللي فاتوا دول يعني في تواصل مع المنتخب ومع النادي الاهلي، انا شايف ان عمرو الكيرف نازل بيه، يعني بصراحه مش هو السوليه اللي عودنا على حته الانقضاض، حته من البوكس للبوكس، التمريرات الطويله القطريه، التصويبات اللي كان بيجدها عمرو السوليه خلال الفتره اللي فاتت. النهارده عمرو يمكن طوال المباراه ممكن يبقى مثلا تصويبه، وتصويبه ما بتبقاش في تحت الثلاث خشبات، ممكن تكون بعيده شويه، يعني دقه التصويب حتى كمان بالنسبه لعمرو قلت. حمدي فتحي اللي كان عنده نوع من الروح القتاليه العاليه، حمدي ما شاء الله قلب جامد جدا، حمدي كمان برضه كان من اللعيبه اللي بتلعب من البوكس للبوكس، يمكن الاصابه اثرت على حمدي بعض الشيء، حتى كمان النهارده يمكن جات لحمدي واحده اسلام بدماغه عملها، كان بيجيد العاب الهوا وخصوصا في الحاجات الثابته او الحاجات المتحركه، فالنهارده برضك يعني حمدي ما كانش بالمستوى اللي احنا اتعودنا عليه خلال الفتره الماضيه. طيب على الجانب الاخر محمد هاني النهارده وعلي معلول، زي ما قلت لك برضك مفاتيح اللعب، يعني الراجل ده لما جه بدايه شغلنا من تحت من خلال الاطراف، محمد هاني بدايه الهجمه بيقدر يربط مع كريم، بيقدر يخلق لنفسه مساحات، حتى الكروسات المؤثره النهارده محمد هاني عايز يخلص منها، في اوقات كده بتحس انه عايز يخلص بس من الكروس يا اسلام، بالعكس لو اتأنى شويه ممكن يدوس عليها، وهاني بيجيد التصوبات، يعني ممكن يقدر يصوب في الزاويه الضيقه، ممكن يقدر يجيب لنا جول، فالنهارده هاني تحس اني يعني طبعا بعد اصابه اكرم يعني ربنا يكرمه يا رب ويرجع لنا بالسلامه، تحس ان محمد هاني في ستريس واقع عليه، يعني ممكن يكون من الجماهير، ممكن يكون من السوشيال ميديا. انا عايز اقول له هاني انسى الكلام ده، انت خلاص ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه مهم جدا بالنسبه لك انك انت ان شاء الله ترجع لحالتك الطبيعيه. هاني من اللعيبه الخفيفه الحركه، يعني بيغطي كويس قوي على الخط الظهر، بيزيد مع الراجل الجناح، بيعرف يطلع يعمل اوفرلاب، بيوصل الخط بيرجع الكره لتحت، يعني عنده من الجمل التكتيكيه وعنده من الحرفيه ان يكون افضل من كده. علي معلول برضك، علي مش هو علي اللي احنا شفناه خلال الفتره اللي فاتت، طبعا علي مفتاح من ضمن المفاتيح اللي بنعتمد عليه بشكل كبير جدا من بدايه الهجمه من تحت، علي بيقدر، علي كمان ذكي بيقدر يتعامل مع الراجل اللي قدامه بشكل كبير، لما بيوصل في الثلث الهجومي مؤثرات كورسات مؤثره بشكل كبير جدا، تصويبات علي الحاجات الثابته بيقدر يعملها كمان، اذا كان في جمل تكتيكيه بيقدر يشتغل عليها بشكل كبير، فالنهارده ما كانوش الاثنين بالحاله اللي احنا تعودنا عليها منهم قبل كده. ايه ابرز الصعوبات اللي واجهها النادي الاهلي النهارده في المباراه؟ بدايه المباراه والفرص اللي ضاعت من سموح، يعني فرصتين ورا بعض كانوا ممكن يبقوا مشاكل على النادي الاهلي، كناش نقدر نعوض اسلام، كان هيبقى فيه صعوبه، لان الجيم بيبان من اوله، الجيم بيبان من اوله، من اول ربع ساعه تلت ساعه انت دخلت في الجيم، فرضت استراتيجيتك، فرضت اسلوبك، فالنادي الاهلي من بدايه المباراه ما حسيناش بان النادي الاهلي موجود بصفه اساسيه،
الضغط اللي تعودنا عليه من بدايه المباراه على الخصم اول ثلث ساعه اسلام ونجحنا بشكل كبير جدا فيه، ان احنا بنحرز هدف وبنغطي بهدف تاني بنقتل المباراه. صحيح. حتى كمان انت لما بتجيب جول بتضطر الفرقه اللي قدامك تبعد عن التكتل الدفاعي، بقى عايزه ترجع للمباراه، عايزه ترجع تكسب. بالظبط. فالنهارده الفرقه اللي بتفرد علينا والجون بيفرق كتير قوي جدا، لو جبنا جداً بدري الجون بيفرق جدا كتير. وبعدين الفرقه بتسحب لما بتبدا تفتح عليك خطوطها، هنا بقى بيبان جملك التكتيكيه. صحيح. وبيبان اختراقاتك وبيبان تتابع الخطوط الثلاثه، بتلعب كوره فعلا بتليق بلعيبه النادي الاهلي. عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي يا كابتن بيستعد لمواجهه سيراميكا كليوباترا ان شاء الله في المباراه القادمه يوم الاربعاء القادم. يعني سيراميكا بيواجه برضو العديد من المشاكل، وبالتالي الكل ينتظر النادي الاهلي ليحل مشاكله. صحيح زي ما قلت اسلام، يعني سيراميكا يمكن مع احمد سامي الفتره اللي فاتت دي الكلمه مش ماشيه. يعني لكن طبعا في مباراه الاهلي خلاص ما كلنا عرفنا. هو السيناريو، هو التركيز، هو النهارده بنتكلم على سيراميكا ان هي مش في حالتها واحمد سامي، لكن في مباراه الاهلي هنفاجئ بقى طبعا، هنلاقي اسود. هنلاقي اسود طبعا موجوده، لكن حقهم طبعا طبعا طبعا. وطبعا ده حق كل فرقه ان هي طبعا تدافع عن ادائها، تحاول قدام النادي الاهلي تظهر بالمظهر الجيد طبعًا اللي هو طبعًا يديها ثقه. لكن عايز اقول لك ان احنا اسلام صعب قوي ان النادي الاهلي يستمر مباراه او مباراتين في الاداء يعني عنول المتواضع ده. انا اكد لك ان مباراه سيراميكا دي هيبقى نقله تاني. اللعيبه طبعا خلال الفتره ديت حاسه ان الجمهور زعلان، وانت عارف العلاقه اللي بين الجمهور وبين اللعيبه. طبعا اللعيبه ما بتحبش تزعل جمهورها، خصوصا جمهورها اللي هو طبعا بيساندها بشكل كبير جدا، اللي واقف وراها بيشجعها في كل مباراه من بدايه المباراه لحد نهايه المباراه. جمهور النادي الاهلي انا بعتبره رقم واحد بصراحه، واللعيبه يهمها جدا جدا ان هي تصالح جمهور النادي الاهلي. احنا نتكلم على صعب جدا تيجي مباراه ثانيه يا اسلام، حتى الراجل قال يعني في تاريخه ال 25 سنه تدريب صعب جدا يجي مباراه ثانيه بالمستوى اللي احنا شفناه المتواضع فنيا من لعيبه النادي الاهلي. زي ما انت قلت 3 ايام اللي جايين دول اكيد طبعا مش 3 ايام، ده هو 2 و3 يعني يومين، يعني هيبقى الكلام كله عن الاستشفاء، الكلام كله على الاخطاء اللي ظهرت في المباراه يعني. نظري طبعا مع محلل الاداء هيبقى في طبعا زي ما سمير كده عملنا لقطات شفناها بالنسبه للمواقف الدفاعيه، بالنسبه لتقارب الخطوط الثلاثه، بالنسبه طبعا زي ما اتكلمنا على ثبات التشكيل، بالنسبه لخط الهجوم الامامي. انا متاكد ان الروح القتاليه وروح الفن الحمراء موجوده، وان شاء الله من مباراه سيراميكا النادي الاهلي باذن الله هنشوف حاجه ثانيه غير المباراه اللي احنا شفناها مع مباراه سموحه. بس انا عايز اقول اسلام ان احنا لازم يبقى عندنا ثقافه وعندنا وعي بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، هم لعيبه دوليين طبعا. لما يبقى عدد اللعيبه موجود في نص ملعبك، ازاي تقدر تخرج من نص ملعبك بسرعه عشان توصل نص ملعب الخصم بدون التكتل ده. بمعنى انك انت لما تقطع كوره بلاش التحضير، يعني متولي قطع كوره لهاني المتولي لعبد المنعم، ايه المانع ان انا اقطع كوره وابدا العبها لنص الملعب لقدام، وبعدين نص الملعب يبدا يطلع سرعة في التحضير تقصد؟ بالظبط. نعم مهم جدا. يعني زمان انا فاكر الكابتن جوهري لما في جيلنا احنا يعني، فقال الكونتر اتاك بيبدا من عند ماهر همام. انا ما كنتش واخد بالي من الكلام ده. قال لما الكوره بتتلعب طويله وهو بيطيحها بدماغه قطعها من راس حربه وجناح ضامن وجناح تاني ضامن، خد الكوره نص الملعب. بالظبط. لما تنزل نص الملعب الكره الثانيه نص الملعب بيبدا يحضرها لقدام. صحيح. فالنقل من خط لخط لخط يفرق بشكل كبير جدا في ضرب التكتل ده. لو التكتل ده رجع بسرعه اسلام يبقى هنا التحضير بقى، تحضير عايز اطلع من على اطراف اقدر اطلع من على اطراف، عايز اعكس الناحيه الثانيه اقدر اعكس الناحيه الثانيه، تحركات بدون كوره ممكن يبقى في تحركات بدون كوره، تصويبات على مرمى ممكن، الجمل التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها. طيب
خلينا ناخد ايضا المباريات، نتائج مباريات اليوم يا كابتن ماهر. يعني النهارده كان في مباراه المصري والاسماعيلي، وفوز المصري على الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. يعني في ديربي القناه ديربي القناه، وكان مباراه جميله جدا وكانت مفتوحه بين الطرفين. تفوق فيها المصري. يعني الاسماعيلي انا شايف يعني حظوظه غريبه جدا الفتره اللي فاتت، بيمر بظروف صعبه، لكن المصري النهارده تسيد المباراه بشكل كبير جدا. حسام حسن قدر يتعامل مع الجيم باحترافيه. النهارده جيم مفتوح من الفرقتين، هجمه هنا وهجمه هنا، لكن التفوق في الاخر للمصري بهدف لا شيء. اتحاد سكندري وفوزه على سيراميكا كليوباترا 1-0 يا كابتن ماهر. الاتحاد ماشي السنه دي يا اسلام بصراحه بخطوات جميله جدا من بدايه الموسم. الراجل خواجه اللي موجود معاهم واضح ان هو مدرب عنده خبرات، اشتغل في محطات كثيره جدا، قدر النهارده يعمل توليفه من لعيبه الاتحاد عشان تكسب سيراميكا، اللي هو اللي احنا قلنا سيراميكا مع احمد سامي يعني مش في الحاله اللي احنا تعودنا على سيراميكا خلال الموسم اللي فات. طيب الداخليه وبيراميدز و2-1 للداخليه، في مفاجاه كبيره. ما دي مفاجاه من المفاجات. يعني الداخليه النهارده بالروح والحيويه والنشاط، وطبعا بيراميدز يعني عنده افضل اللعيبه، لكن ما اعرفش طبعا عدم احترام للداخليه اثر بشكل كبير جدا، لكن الداخليه لعبت بدوافع كبيره جدا من بدايه المباراه. اسوان وفوزه على امبي بهدفين مقابل لا شيء. اسوان مع الرمادي يعني واضح قوي ان هو مدرب كوف ومدرب جيد جدا. يمكن دي المباراه الثالثه مكسب على التوالي، فانا شايف الاداره الفنيه بخبره ايمن الرمادي يعني سهلت الماموريه على اسوان، واسوان بتلعب كره مميزه بصراحه. نعم. مع ايمن يعني المحله وتعادل سلبي مع فاركو. المحله كمان يعني فاجئتنا السنه دي بصراحه، يعني الاداره الفنيه الموجوده يعني اثرت بشكل كبير جدا على اداء المحله، والمحله بيلعب بروح قتاليه من بدايه المباراه، عشان كده يعني موفقين في 4 مباريات وعاملين شكل جيد جدا. يعني انا شايف المحله اختلفت اختلاف كلي عن السنوات اللي قبل كده. حرس وفوزه على البنك الاهلي النهارده او الجوله دي، كل الفرق اللي تحت فازت. يعني الحرس بيفوز على البنك الاهلي 2-2، ويبقى ويصبح اول فوز لحرس الحدود. احمد ايوب ابننا يعني، والنهارده بنبارك له. احمد ايوب عمله مباراه كويسه جدا، كان لابس كاسكيت حمراء والله العظيم الواحد بيسمع حاجات غريبه والله، يعني لابس طاقيه حمراء. طب ما يلبس طاقيه حمراء، كان ممكن يلبس طاقيه بيضاء مثلا، هو وظروفه يعني اللون الاحمر يعني. جاب طاقيه حمراء اتمسك على قال لك لابس طاقيه حمراء. اللون الاحمر هو اللي بيديله الدوافع، بيديله احمد ايوب الدوافع، عشان كده قدر يفوز على البنك. البنك بيمر مرحلة صعبة قوي مع الكابتن حلمي طولان، يعني حلمي من خبرات كبيرة جدا في التدريب، لكن يمكن الحرس كان احترم البنك بشكل كبير وكان على ملعبه وقدر يستغل الفرصة ويكسب 2-1. فيوتشر وتعادل مع طلائع الجيش، والمقاولين العرب وتعادل مع الزمالك. يعني فوتشر انا شايفه وطلع الجيش يعني نتيجه ايجابيه للفرقتين. النهارده بردك الزمالك ما اداش المردود اللي كان بيأديه يمكن في المباراة اللي قبل كده. فالنهارده المقاولين العرب عمل جيم كبير جدا على نادي الزمالك، كان واضح شوي غريب يعني الاعداد الذهني وقاري نادي الزمالك بشكل كبير جدا، قدر يعني يقفل مفاتيح لعب نادي الزمالك. والنهارده المولين كان عنده اكثر من فرصه، كان ممكن يكسب المباراه، لكن انا شايف التعادل كان شيء ايجابي بالنسبه للفرقتين. طيب دي كانت مباريات الجوله 9، ان شاء الله نشوف الجوله 10، وزي ما الكابتن ماهر قال ان شاء الله النادي الاهلي في مباراته القادمه امام سيراميكا يعمل مباراه جيده، وان شاء الله يرضي جميع الجماهير. كابتن ماهر شرفت ونورت، سعداء جدا بوجود حضرتك. تمنياتي طبعا للعبه النادي الاهلي، خلاص ننسى اللي فات وزي ما قلنا صفحه جديده، وانتوا عودتونا ان شاء الله باذن الله على الاداء والمكسب. ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه تليق باسم النادي الاهلي وباسم اللعيبه المميزه اللي موجوده، وان شاء الله يكون التوفيق في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكرك جدا كابتن ماهر. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله تمام. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده جبت استبرك كله تمام الحمد لله. اعرف تقييمكم الفني لمباراه اليوم، ابدا باحمد.
بالتأكيد المباراة ما كانتش جيدة من النادي الأهلي النهاردة، واحدة من أقل المباريات للنادي الأهلي. يمكن احنا ما عملناش محاولات كتير، محاولة واحدة بس على المرمى، ولكن خلينا نقول برضو ان الدوري السنة دي برضو صعب، كل الفرق مستوياتها قوية، كل الفرق حتى ما فيش فريق ما فاز، فالدوري السنة دي برضو صعب على الفرق كلها. نادي الزمالك تعادل، نادي الأهلي تعادل، نادي بيراميدز هو بس يعني اللي شايفه ان هو بيراميدز اتغلب اتغلب. انا شايف ان الأسوأ يعني أسوأ بس حاجه من التعادل، هو التعادل طبعا بطعم الهزيمه وكل حاجه، بس يعني ايه هو ما كانش فيه قتال شويه، تحسش ان ايه كان فيه قتال على الفوز، حتى ما كانش فيه، تحس شخصيه النادي الاهلي دي ما كانتش موجوده. دي بس اللي احنا محتاجينها، يعني ما تحسش ان فيه قائد او ليدر في الملعب، لازم يكون فيه شخصيه النادي الاهلي. احنا خسرنا الدوري سنتين ورا بعض، فالسنه دي لازم اللعيبه برضو تكون عارفه ان احنا مش جمهور برضو النادي وكده، مش عايزين نخسر الدوري للسنه الثالثه على التوالي، مش ما ينفعش. فده عايزين الدفع يكون اكتر من كده. الحمد لله الزمالك اتعادل، فده برضو انت لسه في الصداره ماشي بشكل كويس وكل حاجه، بس عايزين الفتره الجايه بقى يكون في، عايزين قتال شويه، عايزين روح، عايزين شخصيه النادي الاهلي في الفتره الجايه. دي الفكره. لكن انا لو هتتكلم في التقييم للمباراه، هنرجع دلوقتي نتكلم عن التقييم في المباراه، لان انا لسه عايز اتكلم معاكم الاول عن كاس العالم للانديه، بس انا باخد بريف عن المباراه. تمام. كريم طبعا لا يعني ماتش النهارده كابتن اسلام بصراحه واحد من أسوأ مباريات الاهلي السنه دي بصراحه، يعني اعتقد المباراه الاكثر على الاقل الشوط الاول، يعني الشوط الثاني تقدر لكن الاول ده صعب قوي. بس مباراه يعني احنا لعبنا النهارده كابتن اسلام 100 دقيقه حقيقي، 100 دقيقه انا اشك ان في 113 خلي بالك، المفروض كنت تلعب لا سوري 110 ماشي، يعني احنا اوكي 100 دقيقه انا اشك ان اي حد يفتكر اي فرصه خطيره للنادي الاهلي على مرمى هاني سليمان، تصويبه لكريم فؤاد في الشوط الاول وكوره محمود متولي اعتقد في او حمدي فتحي الهيد في الشوط الثاني الشوط الثاني، لا وما تعتبرش الهيد ده من بعيد كمان. فتخيل يعني 100 دقيقه او يعني الدقايق اللي احنا لعبناها ما قدرناش نعمل فرصه محققه على مرمى سموحه، الفريق اللي هو اصلا السنه دي سموحه متاخر جدا جدا في الدوري. بس خلي بالك احنا لازم تبقى عارف ان كل الدوافع اللي لعب بيها سموحه النهارده لو سموحه ما كانش تعادل كان كابتن طارق العشري بنسبه 99% خارج الفريق والله. وبالتالي هو طبعا كله بيجي يحل مشاكله قدام النادي الاهلي، انا ده فاهمه وده طول عمر النادي الاهلي فيه، ولكن انا بكلمك على طريقه اللعب، فانت لما بتلاقي 10 تحت الكره، يعني انا هقول لك حاجه شوف سموحه دي في المباراه اللي جايه خلي بالك، اصل دي طريقه لعب الكابتن طارق هي مناسبه لفريق زي النادي ضد ما تلعب ضد فريق زي النادي الاهلي، لكن هي مش مناسبه لما تلعب ضد فريق زي حرس الحدود مثلا. فاهم قصدي؟ انا كل ده مش لا مش مختلف خالص، انا متفق على كل ده، بس تاني احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي. بصراحه انا في الحته دي هقتبس بس يعني مشهد كلنا اعتقد معظم المتابعين شافوه في فاينل مونديال، الفيديو اللي انتشر للاعيبه المنتخب فرنسا وديدييه ديشام في اوضه اللبس ما بين الشوطين. يا جماعه الناس دي ما اتكلمتش كلمه فنيه او تكتيكيه، صحيح والله الفيديو كله ما فيش ولا كلمه ديدييه ديشام قالها فنيه او تكتيكيه، او قال مثلا ايه احنا عندنا ازمه في مركز الجناح الايمن فلما احنا بنخش العمق هم ما قالش حرف واحد تكتك. المحاضره كلها اللي كانت مدتها 10 دقائق كلها نقاش وبيتكلموا معنوي بيفوقوا بعض، احنا ما جيناش. يا جماعه ما ينفعش بدل ما شكلنا فاينل مونديال هم جم احنا ما جيناش، ده الراجل قاعد يقول وقاعد يزيد وطبعا باللغه لحد ما كانت حاده شويه. فانا في وجهه نظري يا جماعه في بعض الاحيان التاكتكس مش محتاجه ان هي تبقى الحل، شخصيه لاعب النادي الاهلي يجب ان هي تظهر وتخلص الموضوع. يعني النهارده انا ما ينفعش من الدقيقة 84 للدقيقة 95 انا حسبتها احنا عملنا 12 ميس باس في تلت ملعب سموح، مش عندنا في تلت ملعب سموح اللي هو المفروض الوقت ده يا كابتن اسلام اكتر وقت فيه تركيز للعيبة، يعني المفروض احنا مركزين ليه؟ لان انا عايز بقى احاول اخطف في الدقايق الاخيرة دي اخطف، فلا احنا محتاجين فعلا محتاجين وقفة مع الحلول التانية عندنا. اذا الحل الاول وقف يعني طبعا اكيد 100% الجهاز الفني بيحضروا بيذاكروا، وانت برضو قلت في الانترو ان مارسيل كولر بيذاكر كتير قوي ومعاه جهاز فني مساعد اكيد. طب لو ده اتقفل لازم يكون عندي اوبشن بي، واوبشن بي برضو في جزء عند اللعيب، وهو النهارده كولر قال
برضو اللعيبه عندها جزء في لا احنا في رياضه، والرياضه احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي لعيبه كلاس ايه، صحيح لعيبه كلاس ايه. ساعات لو انت اصلا الحلول التكتيكيه والفنيه راحت واعضاك الاسلام بكل امانه، ساعات لعيبه في الملعب بتتكلم مع بعض يا جماعه بقول يا جماعه احنا هنعمل كذا. الحقيقه انا برضو مش عايز اروح لقصه اللاعبين ليه، لانه انا لو قلت اللعيبه ناس تقول لك ده اصله بيدافع عن المدرب وبيطبل للمدرب. اه والله هم الناس هنا يعني بس هي وجهات نظر يعني، لكن انا بقول كده ان في مثل هذه المباريات ومثل هذه الامور انا كنت بشوفها كده، ما كنتش ببص مين اللي قاعد بره على قد ما انا كنت انا عايز اكسب. ايوه صح صح. لا تعبان بقى مش تعبان مش في الكوره بس كده والله، لكن في بعض الاوقات انت بتبقى الكوره مش خلاص بقى قفلت. والله صح، بس كويس ان انت تعادلت، بس لازم الناس تحس ان احنا النهارده انا معاك في 100% يعني عرقنا وجرينا وعملنا كل ما يمكن فعله، بس فعلا النهارده يا جماعه طب انا عايز اناقش معاكم في لانه مهم جدا. انا مش مشكلتي ان انا اتعادلت، وجهه نظري انا هقول هم ليه مشكله، لكن انا مشكلتي ان انا ما روحتش للجول النهارده. صحيح ما كانش في قتال على الفوز يعني المباراه اللي فاتت، لا رحت للجون وضيعت، فكانت مشكلتنا يا جماعه احنا بنروح للجون بس ما بنضيع. أي. فدي مشكله ان اللاعب لازم يركز اكتر، لكن انت النهارده ما رحتش للجون غير الكره دي وما دي ما تحسبش كمان يعني يعني خلينا نقول كورتين في 90 دقيقه ولا في الخمسه ولا في ال 100 دقيقه زي ما كريم قال. فبالتالي انا مشكلتي ان انا ما رحتش للجون اساسا. اي هي الفكره كمان ان احنا في الماتش في النهارده فقدنا اللي احنا كانت ميزتنا في الضغط العالي في اول نص ساعه. انا عايز افهم ليه، انا هنا سؤالي ليه ما بيوصلش، عايز اوصل لكده. ايه اللي وصلنا ان احنا النهارده في 100 دقيقه تلاقي فريق محترم ومدافع وكلنا متوقعين روح الاهلي غابت يا كابتن اسلام؟ روح الاهلي روح الاهلي غابت، مفيش النهارده طبعًا. روح الاهلي مفيش شخص، لازم اللعيبه تكون عندها شخصيه الاهلي وروح الاهلي، حتى لو المدرب مثلا نفترض ان احنا اتاخر في التغيير او عمل تغييره متاخره، لكن انت كلاعب شخصيه لاعب النادي الاهلي، انت لا لا انت بتلعب في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، لازم تكون عارف ان انت بتقاتل. وبعدين ده انت الزمالك اتعادل قبل ماتشك، فانت تديك دفعه يعني انت نازل هتكسب خلاص هتعوض التعادل اللي انت عملته هيبقى الفرق خلاص، لكن انت لازم يبقى عندك شخصيه النادي الاهلي. الصراحه الوحيد اللي كنت تحس ان هو عنده شخصيه هو الشناوي، الشناوي هو اللي شالك في انفرادين النهارده، هو الوحيد اللي يمكن تحس ان هو كان عنده الشخصيه. لكن النهارده انا شايف ان حاله اللعيبه تحديدا في اول نص ساعه كانت ميزتنا، مثلا لو بصينا على المباريات كان مثلا عندنا مباراه سموحه فاركو فيوتشر، كانت ميزتنا في المباريات اللي قبل كده ان احنا كان دايما اول نص ساعه بننزل ضغط عالي. انت النهارده نازل في اول نص ساعه مفيش ضغط عالي، مفيش ريتم، مفيش جانب بدني، تحس ان اللعيبه لا في بطء في تحضير الهجمه. هات بس الحاله الاولانيه اللي معانا، بص يا كابتن اسلام تحضير الهجمه بتاع النادي الاهلي تحس ان فيه بيقعدوا بطء غريب. بطء جدا وساعة واحنا بنحضر ساعة يا جماعة، بنقعد ساعة عشان نحضر الهجمة، وفي جاب كبير جدا. هات اللي هي أول حالة بس، في جاب كبيرة جدا ما بين الدفاع وما بين الهجوم. بص حتى الفرصة اللي معانا على الشاشة الشاشة دي بصراحة الفرصة دي يعني غريبة. بس عايز أقول لك حاجة، هاني 10 على 10 طبعا طبعا. لا هاني عملها صح، بس لا 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 مش هاني، ما تقولش هاني، لا لا مش هاني صح صح، يعني صح صح. عامل التغطية العكسية العكسية ورمى نفسه قال لك هي هيشوط هتخبط فيا يا ام الواد المهاجم سوري السموحه ذكي جدا او هي عدته ما اعرفش، بس هو نط تقريبا. لا 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 هو الناس حاست ان هو عايز يعمل فينت، بس هي قرشت منه، هو كان عايز يشوف فهو هاني عمل اللي المفروض يحصل 10 عشان ما حسيتش كام بنتي عليه. بص هنا تحضير الهجمه من اول الدقيقه 30 و18، بص لعيبه الاهلي، بص الجاب الموجود، تحس اولا ما فيش صانع العاب، ما فيش حد بينزل يستلم. سافيو وقف ثانيه واحده يا استاذ سمير، بص سافيو واقف قاطع في ظهر المهاجم، سافيو تحس ان احنا بنلعب 4-4-2 مش 4-2-3-1، سافيو قاطع في ظهر الشريف. اتنين قاطعين، سافيو مين اللي ينزل يستلم؟ خاصة ان السولية حالته البدنية مش مساعداه قوي، تحس ان هو بدنيا مش قوي مش جاهز 100%، فانت عندك مشكلة. بص كل ده عشان نبني هجمة، بص البطء في تحضير الهجمة ومفيش واحد بينزل يستلم ولا في ظاهرين طايرين، عشان اخترق الطريقة اللي بيلعب بيها كابتن طارق العشري. فكل ده في تحضير الهجمه وكل ده وقت انا واخده في تحضير الهجمه، وفي الاخر عملنا بيه مفيش. وبالتالي انت الحاله ديت بتمثل المباراه كلها. بص حاله تانية بنفس الشكل، بص تحضير الهجمه بتاع النادي الاهلي. احنا دلوقتي هو ده اللي نقوله، ان ده خطا يجب ان يتم تداركه، ان احنا نسرع الريتم شويه في بناء الهجمه. صح ده مظبوط كابتن اسلام؟ صح كده. معروفه في يعني كل كتب التكتكس، طالما فريق بيلعب قدامك بزون ديفنس بالشكل ده لازم انت بتطبق نفس السيستم بتاع كره اليد، هو اللي هو لما الفريق بيلعب على الدايره
بيعمل ايه الفريق بيهاجم؟ بيمرر الكوره على الدايره باقصى سرعه ممكنه، اول ما بيلاقي ثغره بيخش منها. احنا لو قعدنا يومين نلعب بالريتم ده ولا عمرها هنخترق. ليه؟ لان فريق سموحه هنا ببساطه ببساطه بيهروي ما بيجريش، هو بيتمشى، هو ما عندوش ازمه. فين الازمه هنا عنده؟ انت بتمشي الكوره وفريق سموحه اول ما بيلاقي الكوره بتعدي نص الملعب هوب يبدا يضغط، باين واضحه العشره تحت الكوره، الكوره عندك في ملعبك هو بيحلق عليك، اول ما تخش نص ملعبه يبدا البريس مان تو مان، والراجل اللي ماسك الكوره كمان يروح عليه اثنين. وخلي بالك هو مش بريس قوي جدا يعني لدرجه لانه لا بس في وسط الملعب، لكن اول ما هتقرب وتخش هيمنعك تماما ان انت تستلم. بص اول ما بتقرب من منطقه جزائهم على طول الضغط، مفيش صانع العاب كمان يا كابتن. نعم؟ مفيش صانع العاب، ما هي دي بقى الازمه احنا بنتكلم فيها. دي نقطه من بقى مثلا واخد من ثابت، كان بيقول انه ثابت قال نقطه مهمه، عمرو السوليه واضح ان هو فعلا الاداء البدني مش في افضل حاجه. مركز 8 في الملعب مركز خطير طبعا جدا. طبعا ليه؟ لانه الترس صحيح. احنا بنلعب ما يشبه 4-2-3-1 او 4-3-3، ففي الاخر رقم 8 ده بالنسبه لك هو بدايه صناعه اللعب، لان انت في الطريقه دي برضو عندك بلاي ميكر. الاثنين دول لو انت فقدتهم يعني كان سبب بيعلق على التحرك العرضي لسافيو. سافيو ما ينفعش يتحرك عرضي هنا وانا بحضر وابني الهجمه، انا ما ينفعش اتحرك عرضي. بص التحرك العرضي ما ينفعش، انا بتحرك عرضي كتير، ده كله تحرك سلبي. ليه؟ لان انت اصلا لو انت مستني الباس الباين ما بين الخطوط هنا اهو صعب، ده صعب جدا، واصلا زميلك مش هيعملها عشان الكوره ما تتقطعش فيتحاسب هو، هتبقى دي خطره. يعني انا مش هقدر اعمل باص هنا واقول انت هتقول اوكي، وانا ما ينفعش اعمل باص من العمق في وقت زي ده، يعني الريسكي ده. هو الريسكي باص دايما مطلوب في الكوره صحيح، بس الريسكي باص لازم يتعمل، او الباص اللي فيه مخاطره ما بين الخطوط لازم يتعمل بشويه يعني ايه ثقه او بشويه واقعيه عشان اقدر النهارده اضمن ان الكوره هتروح لك وسط الغابه دي. سافيو طول الوقت بيتحرك عرضي، ده انا مش شايفه صح. وفي نفس الوقت عمرو مضطر بيعمل ايه؟ بينزل لتحت عشان يستلم الكوره ويطلع بوشه، فكل ده الامر عمال انت بتحس ان احنا بندور في دايره مغلقه ما بنخرجش منها. انا بقى في وجهه نظري زي ما حضرتك تفضلت وقلت اوكي، الشوط الاول اكيد اللعيبه برضو احنا برضه بنتكلم لعيبه الاهلي يعني لعيبه منتخب مصر وقعوا في مواقف زي دي كتير، انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ بنقعد اكيد دخلت بين الشوطين اوضه اللبس والمدرب اتكلم معاك وهنبدا لمده 20 او 25 دقيقه لغايه الدقيقه 70 مثلا نبدا نشوف الوضع عامل ازاي. لو احنا فعلا مش عارفين نحله هنضطر في ال 20 دقيقه الاخيره في وجهه نظري الشخصيه نبدا نلجا للحلول الفرديه المعتمده على الحماس وروح الفانيلا الحمراء والضغط، وان احنا نبدا نزنق فريق سموحه بهجمات وتسديدات. وده ما حصلش. احنا فضلنا نلعب بنفس اسلوب التحضير لغايه الاخر كاننا بنضيع وقت. هو دي ازمه. يعني دي اللي انا عايز بس نقف عندها كتير. لعيب النادي الاهلي لازم يبقى عنده حلول. لعيب النادي الاهلي لازم يبقى عنده بلان بي واوبشن بي، ان انا النهارده لما الحته دي هتتقفل عندي انا هروح لدي وان شاء الله اقدر احلها. لكن احنا حتى في الوقت بدل الضايع ما عندناش خطوره. ما ينفعش. ده حتى نادي سموحه قدر يروح بهجمتين علينا في الخمس دقائق في الوقت بدل الضايع، وعايز انهي كلامي برقم سلبي جدا 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 عندنا لازم ناخد بالنا منه. يا جماعه احنا في الاسبوع التاسع النادي الاهلي متصدر الدوري، جبنا كام هدف يا استاذ ثابت؟ 16 هدف يا كابتن اسلام. تخيل قائمه هداف الدوري اول 12 مركز، برافو عليك. الاهلي مفيش ولا لاعب اول 12 مركز من خارج النادي الاهلي، ما عندناش اسم واحد في قائمه هداف الدوري المصري بعد 9 اسابيع رغم ان النادي الاهلي متصدر، فدي ازمه. ده بياكد ايه؟ بياكد ان انت ما عندكش شراسه هجوميه. لا هو انا وجهه نظري بيؤكد شيء اخر، ان هو مستر كولر حتى الان لم يصل الى التوليفه اللي من وجهه نظره صح يمكن الثبات عليها صح خلال صح الفتره القادمه صح، بحيث ان هو كل مباراه ممكن تلاقي وينج رايت مختلف صح، ايمن صح، ودي نقطه بقى خطيره جدا. راس حربة مختلف، انت فتحت نقطه وجهه نظري. لا 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 دي بص دي اهم من اهم وجهات النظر اللي اتقالت في الحلقه دي. ليه؟ لان احنا بكل امان نعرفه وتربينا عليه من صغرنا، ان بدايه الموسم انت بتحاول قد ما تقدر تثبت 80% من التشكيل. حتى احنا في بدايه الموسم ده قدام اتحاد المنستيري قدام الزمالك في السوبر في اول ماتشات الدوري كنا شايفين في عظم للفريق، كنت شايف عظم بصراحه. انا دلوقتي بعد فتره التوقف
في حاجه مختلفه. انا مش عارف. انا مش فاهمها. ما انا مش عارف على فكره اللعيبه يعني لما تيجي تتكلم مع الاداره باداره الكوره يعني ولا اللعيبه، لا احنا الناس بتمرن كويس جدا، تلعب يعني كل حاجه كويسه. فانا الحقيقه بقعد يعني انا بقعد ادور بسال احمد ثابت لعيبه يعني، بسال فلان وعلان وترتان وبتاع، مش عارف اوصل. الاول كان ممكن اوصل ان مثلا ما فيش تمرين كتير فبنبقى لا دنيا ماشيه زي الساعه ما بيقولوا تك 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 تك. ففي حاجه غريبه، ايه هي انا مش فاهم. وتعقيبا هذه بس وهنهي كلامي في الحته دي، نقطه مهمه قوي بصراحه انا النهارده لاحظتها، الروتيشن او التدوير طبعا اكيد حقيه للمدير الفني طبعا طبعا، وان هو اكيد قاري، وطبعا دخول المونديال معاه بوظ له الاجنده ده بكل تاكيد، كلام منطقي وكلام واقعي. بس في نقطه وحيده لازم ناخد بالنا منها، وهي ان مع الروتيشن كابتن اسلام ربما يحصل خلل في مبدا العداله الكرويه. بمعنى ايه؟ انا النهارده مثلا يعني عندي لاعب بيلعب راس حرب، فانا خرجته بره التشكيل عشان عايز اريحه، ده نيتي ومبدئي وجهه نظره، فبالتالي هحتاج اجيب له بديل. بس هو بيقعد معاهم يقول له فاهم، والله مش مختلف والله انا فاهم، بس انا بس عشان الناس هتقول لك ايه، ما لا هنا لا، هو الراجل بيقعد يقول انا النهارده هلاعب كريم تمام علشان رايح ثابت، وهلاعب ثابت عشان رايح كريم. طب لنفترض ان ثابت خلال المستوى اللي قدمه خلال الماتشين اللي فاتوا دول ما يستحقش انه يبدا اساسي الماتش الجاي، من مبدا الثواب والعقاب عشان حتى كمان يبقى في شغف، لان جزء الشغف بدانا نلاحظ انه قليل في الملعب. يعني ايه الشغف؟ الشغف اللي هو الروح، يعني هي كده كده هتلف بسرعه وتجيلي. ايوه هي لا كابتن اسلام، الكوره هي لفه لا طبعا هتجيلك من هنا هتجيلك من هنا. انا خدت بالي قلت ايه؟ اتفضل. هي هيلف اللفه بسرعه ويجيلي، يعني ايه؟ او الشغف موجود واللفه كده كده بتيجي، ولكن بتيجي امتى؟ صح، هو ده الفرق. بتيجي بعد اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 ولا سنه؟ ما هي بتيجي، بس امتى؟ فنقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، لان بداية احنا دايما متعودين فعلا فرصة قبل ما بتروح المونديال وتروح دوري افريقيا، لو انت مأمن في الدوري وعامل جاب وعامل فجوة بتروح تلعب البطولات دي وانت مريح مرتاح. صحيح، وكمان راجع انت الماتشين التعادل دول، وبعدين انت بصراحة كنت تستحق حتى التعادل فيهم يعني، لكن انت لو كنت كسبت الماتشين دول فرقت وريحت وهديت وقدرت تعمل الروتيشن اللي انت عايزه ولا يعني. هي في النهاية أمور كلها واضحة جدا. انت عايز تكلمنا عن المباراة؟ في نقطتين بس. اول نقطة على التحكيم، يعني الأداء السيء ما يخليناش نقول ان احنا عشان ما حدش يقصد الناس هتقول لك انت بتبرر. لا مش بنبرر ولا حاجة، بس انا مش أداء سيء يا كابتن اسلام ان انا اخسر حقي. ما انا كنت ممكن مثلا بالحاجه دي اكسب بيها، حتى لو انا وحش أكسب. ممكن لو ليا حاجه اكسب بيها. صحيح، فانت عندك الهاني سليمان بيضيع وقت بطريقه غير عاديه بصراحه، وماتش فاركو برضو احنا ما لعبناش في الشوط الثاني على بعض ربع ساعه. ففي حاله للهاني سليمان كان جابها الكابتن ناصر عباس في الاستوديو التحليلي هنا، بص قانون الست ثواني، انت المفروض اكتر من ست ثواني بتتعدى 1001 1001 1002 1000 لا عد انت اقول عد 1010 يعني يا ممكن يا ده 14 15 ثانيه كده سمير، ممكن ترجع عشان بس ايه نعد نعدها هنا 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 13 شاط في ال 1013 بعد الست ثواني بسبع ثواني، يعني عشان بس حق ربنا يعني. هنا المفروض ايه؟ يحسب ضربه حره غير مباشره لصالح النادي الاهلي جوه منطقه الجزاء من مكان اللي هاني سليمان واقف منه، فده حق يعني ده خد دولي. والوقت الضايع ده كله، ده الهاني سليمان ده لوحده ضيع له ربع ساعه لوحده، احسب خمس دقايق وقت بدل ضايع بس ازاي؟ بس انا من يومين كده يوم الاربع تقريبا او الثلاث اللي فات اتكلمت على ايه؟ ان هناك ضغوطات معينه بتحصل على الحكام خلال هذه الفتره، وبالتالي اهي الضغوطات جابت نتيجه، ان هو بدل ما يحط 10 دقائق وقت ضايع، احنا مش كنا بنشوف في قبل نهائي كاس عالم او في دور الثمانيه في كاس العالم 10 و12 و13 دقيقه، وليه ما ينفعش يحط 10 دقائق طالما من حقك كنادي، بلاش الاهلي اي نادي، من حقك 10 دقائق، ما تحط لنا 10 دقائق، انا ممكن اتغلب فيهم ال 10 دقائق دول يا اخي، بس حطهم لي يعني انت فاهم. وانا قلت ان الضغوطات دي من حلقتين ثلاثه، قلت ان الضغوطات دي هتفرق مع الحكام، وبالفعل اهو واضحه وفارقه مع الحكام، ما ادانيش وقت محتسب بدل ضايع 13 دقيقه، ما رضيتش اجيب بقى التايمر واقعد اعمل وبتاع، لانه على الاقل في الشوطين 13 دقيقه،
اداني 5-2، 2-5، دقيقتين وخمس دقائق في الشوط الثاني، 7 دقائق، يعني في 6 دقائق مختلفين فيهم احنا. على الجانب الاخر الكره اللي انت بتقولها دي بتاعت الانسي، ما تديني ركله، مش ممكن ما تخشش على فكره. صح. في الحاجه الثانيه بقى، في حاجه، في موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه برضو، هو الفارق الزمني للمباريات المنافسه الاهلي والزمالك قبل المباراه. ده انا عايز رد على الموضوع ده في جدول الماتشات. الفارق الزمني للمنافس بتاع الاهلي والزمالك بالتوقيت، يعني هقول لحضرتك الزمالك لعب مع المقاولين العرب النهارده يوم الاحد، هيلعب الخميس، هيلعب يوم الايه؟ يوم الخميس. لا سوري، الخميس. ايوه ثانيه، لا انا بتكلم على المقاولين. الزمالك لعب مع المقاولين النهارده يوم 25 ديسمبر. أيوة. المقاولين اخر ماتش لعبه امتى؟ كان لعبه مع المصري امتى؟ يوم 21. يعني المقاولين مريح كام يوم؟ أربعة ايام. الزمالك هيلعب امتى الماتش الجاي مع الاسماعيلي؟ يوم الخميس. اخر ماتش الاسماعيلي لعبه امتى؟ النهارده يوم 25 مع المصري. يبقى الفرق الزمني كام؟ أربعة أيام. تيجي بقى نبص على منافس الاهلي. الاهلي لعب النهارده مع سموحه، سموحه اخر ماتش لعبه امتى؟ مع الاتحاد يوم 19 ديسمبر، يعني الفرق كام من 19 ل 25؟ 6 أيام. يبقى سموحه مريح قبل ما يقابل النادي الاهلي كام يوم؟ 6 أيام. الاهلي هيلعب يوم الاربعاء مع سيراميكا يوم 28، سيراميكا اخر ماتش لعبه كان امتى؟ لعبه يوم 23 مع الاتحاد، 23 واخر ماتش، وهيلعب يوم 28 مع الاهلي، يعني مريح 5 أيام. يعني سيراميكا قبل ما يلعب النادي الاهلي مريح 5 أيام، وسموحه قبل ما يلعب النادي الاهلي مريح 6 أيام. تعالى للزمالك، الزمالك اي فريق بيلعبه بيريح قبله 4 أيام. هل ده جدول عادل؟ هل ده جدول مباريات عادل؟ لا طبعا. ده حاجه مهمه. الحاجه الثانيه، انا مش عارف ازاي الحكم كابتن عبد العزيز السيد الماتش اللي فات كان بيحكم ماتش المصري والمقاولين حسب هدف غير صحيح للمقاولين، كل الناس اتكلمت عنه بالفار. النهارده كان هو حكم فار في المباراه دي، النهارده هو حكم ساحه للمقاولين العرب والزمالك، يعني بيحكم لنفس الفرقه ماتشين ورا بعض. طب ازاي هو مفيش حجر عبد كابتن عبد العزيز السيد اللي بيحكم ماتشات المقاولين؟ يعني مش فاهم ازاي. طب ما انت عندك محمود البنا، هو كابتن محمود البنا ليه ما بيحكمش ماتشات الزمالك برضه؟ حكم ماتش واحد بس، الزمالك وانبي. فدي اسئله محتاج ان لجنه المسابقات ترد عليها. ليه يا جماعه المنافس بتاع الاهلي؟ ما ده بيفرق. المنافس بتاع الاهلي اللي بيلعب الاهلي بيريح سبعة ايام. ما هو سموحه النهارده بيجي يقفل وخلاص، المنافس قبل الزمالك بيلعب قبلها باربع ايام، ما هو بيتعب بدنيا، والزمالك بيجيب جون في الشوط الثاني بسبب كده. فده لازم الناس هترد على ليه ما فيش عدل في الجدول، فاهم؟ الاداء بتاع النادي الاهلي وحش، ومش بنتكلم في الاداء ولا في حق، بس انت اديني حقي تحكيميا واديني حقي في جدول المسابقات. جدول المسابقات لازم يكون عادل. الفرقه اللي تلعب الاهلي تريح قبلها 4 أيام، يبقى الفرقه اللي بتلعب الزمالك تريح قبلها 4 أيام، مش تدي الفرقه 7 أيام وفرقه 4 أيام. الخطوره كمان يا كابتن اسلام بصراحه اللي انا شايفها جايه بعد المونديال، ومن تصريحات الحاج عامر ان هو طبعا الاجنده بتاعت المونديال جات له بشكل مفاجئ، ما كانش معمول حسابها. ماشي، ده طبيعي. فهقول لك طيب انا كده النهارده ما حدش يضمن، يعني مش هلتزم بالميعاد اللي انا حددته لنهايه الدوري. تمام. وبالتالي اهم شيء ان احنا ما نكررش الخطا بتاع السنه اللي فاتت، ان الفريق لما يرجع يلعب ماتش كله 48 ساعه. يعني ده يعني مثلا السيد دلوقتي بيتكلم في حته محدش اتكلم فيها، مش مواعيد ماتش رياضه الاهلي، لا ده مواعيد الراحه بتاعت المنافسين. صحيح. واكيد طبعا اي حد يعني لعب كوره او ملم بالرياضه اكيد هيعرف ان الحاجات دي بتفرق في التكتكس. يعني النهارده اكيد 100% مثلا، لا خصوصا مثلا لو فريق بيلعب كوره 72 ساعه استحاله المدير الفني يطلب منه يلعب ضغط عالي، مستحيل. ليه؟ اللعيبه مش تقدر. فنقطه مهمه جدا، وده فرق النهارده مع الاهلي طبعا. فنقطه مهمه جدا جدا عايزين بس ناخد بالنا منها. انا بتكلم على بعد المونديال، خصوصا بعد المونديال، اللي انا الصوره لو احنا اتكررنا تاني، كنا نتمنى لو احنا عندنا فجوه في النقاط خلاص ان شاء الله رب تحط ماتش كل يوم. لا مش كده، لا لا لا، تعامل فجوه، لا لا، حتى لو في فجوه انا عايز حقي في الاخر يا كريم. انا كل اللي بطلبه ايه؟ اصل انا بقالي الموضوع ده انا شغال فيه بقالي اسبوع. أي. اللي هو موضوع ما بعد المونديال. نعم. خلاص؟ وكلمت الحاج عامر حسين. موضوع خطير جدا بصراحة. وانا يعني في واحد طلع اتكلم وقال لك اصل واهم حاجه مصلحه منتخب مصر، ومش فارق معاكم مصلحه منتخب مصر، ومش فارق معاكم ايه، ومش فارق معاكم ايه، مش فارق معاكم ايه، المهم الاهلي. لا طبعا احنا فارق معانا، انا يهمني مصلحه المنتخب. بس الموضوع اصلا مش بالظبط، ما ده اللي انا بقول. اي كلام. يوعي عليك مصر. اي بطاطس. ده برضه زي تصحيح سيفات لما قال لك اللي بينتقد الحكام بيكره مصر، مش عارف ولا حاجه كده، يعني حاجه في هذا الاطار يعني. والله مارسيل كولر النهارده طلع قال ايه؟ قال انا مش لاحق ادرب اللعيبه، ما هو ده بسبب كده.
قال انا مش لاحق في التصريحات، والراجل برضو قال انا مش لاحق ادرب اللعيبه والفرق الزمني قليل. ما هو لو بياخد يا جماعه نفس الراحه دي والفرق اللي بتيجي مجهده قبلها 6 و7 ايام هيلحق يدرب اللعيبه وهيلحق وهيقابل فريق حتى مستريح. بعدين ده الزمالك بياخد ماتشاته من المصري، المصري مع كابتن حسام حسن ضغط عالي، فالفريق اصلا بيجي في 4 ايام منهك بدنيا، فاهم يعني. المقاولين العرب ده اللي كان بيلعب الزمالك النهارده كان بيلعب المصري من 4 ايام بالظبط، وعامل ماتش كويس وعامل ماتش حلو بصراحه. كابتن شوقي غريب يستحق التحيه، عامل اداء هايل وعمل ماتش كويس جدا، وعمل ماتش كويس جدا، كان يستحق الفوز. الزمالك فلت من هزيمه. المقاولين كان افضل، ضيع فرص كتير، بيلعبوا بال5-3-2. هو المقاولين ناقصه يبقى عنده راس حربه كويس. أوكي. وعجبني قوي المدافع عمر فايد المساك الشاب بتاع المقاولين، وشايا الباك ليفت اللي هو الاوغندي كويس، وشايا ده كويس جدا، الاثنين هايلين. كان بيلعب في مازيمبي وكان بلد حلو كمان، بشوط حلو مباراه، وعامل جبهه يسرى قويه جدا كويس. فهم اختيارهم للعيبه، وجايبين اللعيبه دي ببلاش كمان يعني. اللعيبه اللي جايبينها فالمقاولين العرب، وفي كابتن محمد شوقي وكابتن معتمد جمال، جهاز فني بصراحه محترم. والمقاولين بصراحه فرقه برده هايله يعني، عاملين انت بتحكم طيب على الامكانيات الماديه اللي معاهم. طبعا عموما نتمنى رب كل التوفيق للفتره اللي جايه، لانها فتره مهمه جدا لينا. اخيرا كاس العالم، وعايزين تتكلموا عن كاس العالم. انا عايز بس حاجه، كاس العالم عشان دايما كابتن اسلام، كاس العالم للانديه طبعا. معلش يا جماعه، اصل الكلمتين دول يبقوا يعني معلش، دول بينا وبين بعض كاهلاويه بقى، محدش يتدخل تاني. لما نحب نتكلم عن كاس العالم بينا وبين بعض كاهلاويه، محدش يحط لنا راسه كده بتعملوا ايه جريع مات، جريع مات. في بقى نقطة هنا أنا عايز أكمل نقاش كان جماعنا احنا الثلاثة من أسبوع. اتفضل. حاولين تناول الإعلام للقضايا، وأنا ساعتها أنا اتسألت حتى على السوشيال ميديا في الحتة دي، وإن الإعلام المصري تناول الأمر من عند قبل نادي الرجاء، وتم إعطاء مساحة لرئيس نادي الرجاء، وساعتها هو قال تصريح، وأنا مؤمن تماما ب اعطاء المساحات. ناس كلها وجهات نظرها، وطبعا نادي الرجاء نادي شقيق، والمنصب بتاع رئيس نادي الرجاء منصب كبير ومحترم، واهلا بيه بكل كلامه. لكن نقطه مهمه جدا بقى كابتن اسلام، وهو المتابعه. يعني انا سالت المسؤول، والمسؤول قال لي في تصريحه يوم الثلاث هيبقى يوم حاسم في عند الفيفا. ده اللي اتقال بالظبط. ايوه صحيح. في اختيار ما بين الاهلي والرجاء، ده اللي الراجل قاله. صح. جه يوم الثلاث والدنيا محلك سر، والراجل نفسه لم يعتذر. يعني الراجل كان لازم من منصبه، لان هو لا يمثل نفسه، هو يمثل نادي كبير، نادي الرجاء نادي شقيق، واحنا بنعتز بعلاقتنا باخواتنا في المغرب. لما تقول معلومه مغلوطه لازم تطلع تقول يا جماعه انا بعتذر، على فكره المعلومه اللي انا قلتها دي مش صحيحه، والنهارده ولا كان في اي اجتماعات في الفيفا، ولا كان في اي حاجه، ومبروك النادي الاهلي، واهلا وسهلا بكم يا جماعه. او على الاقل الناس اللي جابته تعمل كده. ويجب على الاعلام اللي تم نشر وده عادي، انا بقول هو تاني ده وجهه نظر شخصيه، عادي قول المعلومات اللي انت عايزها، لكن انت قلت معلومه خاطئه. صحيح. وهي ان يوم الثلاث الفيفا هيعمل اجتماع، او حتى عبر زوم، او حتى في مكالمه تليفونيه هيتكلموا في حته الاهلي والرجاء، وده طبعا ما حصلش. فكان لازم ولا بد ان يحدث متابعه، ويتقال يا جماعه على فكره الكلام اللي اتقال عندنا احنا هنا ده ما حصلش، وواضح ان هو كمان ثبت عدم صدقه، فاحنا بنؤكد ان كل الكلام ده كان مغلوط. ويا ريت من فريق الاعداد يجيب لنا رئيس الرجاء. رئيس الرجاء رفض انه يعمل مداخله، يتقال على فكره الراجل رفض ان هو يخش ويصحح كلامه هنا، يبقى الاعلام عمل دوره بشكل كامل. فالنقطه دي مهمه جدا، لما نفتح ملف ما ينفعش نفتحه في نصه. هنا بقى المشكله، هنا انت بتخلي كل تبريرات الناس تكون صحيحه. لو الناس عندها سوء نيه في امر ما، هنا انت بتثبتها. ليه؟ انك ما عملتش فولو اب، ما عملتش متابعه للكيس او القضيه اللي انت فتحتها. مع ان انا مش مع ان انت تجيب رئيس نادي، انا وجهه نظري طب يعني انا، انت حر طبعا في كلامك، لكن انا بقول لك انا وجهه نظري عكسك تماما في هذا الامر. انا من الاول اساسا ما ينفعش ان انا اعمل مثل هذه الامور. اتفضل. خليني اقول لحضرتك بالنسبه لكاس العالم للانديه، الاخر الاخبار بقى ان قرعه كاس العالم هتبقى يوم 13 يناير. قرعه كاس العالم 13 يناير هيبقى يوم جمعه، يعني بعد جمعتين ان شاء الله.
الخبر قبل فاينل سيمي فاينل كاس بيومين اللي هو الاهلي وسموحه يوم 15 المدينتين اللي هينظموا البطوله طنجه والرباط هم اللي هيبقوا بينظموا بطوله كاس عام للانديه. معانا الملعب اللي هو مولاي عبد الله لو نجيبه ده اللي هيتم هيبقى فيه مباراه الافتتاح ما بين النادي الاهلي واوكلاند بنسبه كبيره. يعني تم الاستقرار على ملعب مولاي عبد الله بالرباط. سعه الملعب ده 53,000 متفرج. تم تاسيسه عام 1983. اول ماتش كان ماتش الافتتاح على الملعب ده ما بين المغرب وباريس سان جيرمان. المغرب كسب 2-0 والملعب ده بيحتضن جميع المباريات الوديه الخاصه بالمنتخب المغربي وبيلعب عليه نادي الجيش الملكي المغربي. يا ريت بس لو نجيب صوره الملعب اللي هو ملعب مولاي عبد الله الرباط برضه عشان الناس تكون هتشوف الملعب اللي هيلعب عليه النادي الاهلي اول مباريات مع اوكلاند سيتي. وهو سبق ليه استضافه مباراه كاس الامم الافريقيه عام 1988. فدي اخر الاخبار اللي بتخص كاس عام للانديه. فالناس ان شاء الله تستنى القرعه برضه عشان الناس تكون عارفه النادي الاهلي هو بيلعب ليه في الدور التمهيدي. عشان هو الوصيف القاره، هو داخل بصفه وصيف القاره فهيلعب دور الاول اللي هو اوكلاند سيتي. والفايز من النادي الاهلي اوكلاند سيتي بيخش قرعه. ادي ده شكل الملعب اللي هو ملعب الامير مولاي عبد الله. الملعب ده احنا لعبنا عليه سنه 2016 لو تفتكروا، كنا كسبنا الوداد بجون رامي ربيعه ضربه الراس. اعتقد لعبنا عليه الماتش اللي هو كان مونديال الانديه 2013 اول ماتش. بس انا فاكر تحديدا ملعب اللي هو جون ورامي ربيعه اللي هو سنه 2016 في الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا ساعه لما الوداد كان بقاله كذا ما بيخسرش على ملعبه وساعتها رامي ربيعه هو اللي جاب الجون. فالملعب ده وشه حلو على النادي الاهلي. وانا شايف ان بالنسبه للوداد هيبقى خساره ليهم ان هم ما يلعبوش على محمد الخامس. طبعا، لان محمد الخامس بيمثل ليهم قوه ضربه. فانت لما تلعبهم كمان لو هم اذا القرعه لو القرعه ممكن نلعب الوداد، ممكن نلعب الوداد تاني. يا الوداد ممكن وبطل اسيا برضه الهلال السعودي. فبعد كده ده بيبقى على حسب القرعه برضه، على حسب القرعه. عموما اما نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. انا بشكركم شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا احمد ثابت وكريم سعيد، بشكرك على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا حلقه جديده من البيت الكبير.